تذكر ابو دكتور احمد. السلام عليكم. ان شاء الله هيك اليوم نكمل محاضرتنا في البري ترانسفيوجن. طبعا هذه المحاضره يمكن هي اهم شيء في بنك الدم، والباقي انا بعتبره انه يعني سهل بصراحه، يعني هي اصعب شيء البري ترانسفيوجن، فيها شويه تعقيدات بس اللي بفهمها انا بعتبره انه فهم بنك الدم. الباقي سهل، يعني الدونيشن وعمليه الفريش فروزن بلازما والماسيف ترانسفيوجن، فكله يعني الامر الباقي سهل. اصعب شيء الشق هذا، عشان هيك احنا ان شاء الله حنعمل بعدين مراجعه، لانه مستحيل امشي عن هذا الموضوع، ولانه امر مش سهل. اذا يعني تيقنتوا منه وتمكنتوا منه خلاص ان شاء الله بنكمل، والامور الباقيه سهله ان شاء الله. طبعا قبل ما نكمل الدعاء، طبعا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله اليوم نكمل مشوارنا. خلصنا المره اللي فاتت عن الاندايركت كومز تيست، وسميناه بين قوسين سكريننج تيست، وحكينا قلنا انه ليش سميناه سكريننج تيست، لانه بيكشف عن الانتي بودي بشكل عام ولكن لا يحدد هويته. يعني في انتي بودي، لكن انا ما بقدر احدد هويه الانتي بودي، هل هو انتي سي انتي اي انتي دافي انتي كيد انتي كيل، بقدرش احدده. فهذه اللي يسموها الاندايركت كومز تيست، سكريننج تيست، عشان هيك سموها سكريننج تيست. فاحنا بنسال سؤال في المقابله، بقول له ليش سموا الاندايركت كومز تيست سكريننج تيست، فانت بدك تقول لي لانه بيعرف الانتي بودي بشكل عام ولكن لا يحدد هويته. لكن ليه سموه اندايركت كومز تيست؟ لانه بنكشف عن الانتي بودي عن طريق خلايا خارجيه من نوع او من نوع او بوزيتيف او او نيجاتيف. طبعا هذا الكلام احنا حكيناه المره اللي فاتت، بس حبينا يعني نعمل تذكره عن المحاضرات السابقه، وتكلمنا عن الكروس ماتشنج، وقلنا انه الكروس ماتشنج ممكن انا يعني الكروس ماتشنج هذا مهم جدا، واهم خطوه كانت يعني في تحضير ومنع الكروس، لمنع كمان الترانسفيوجن رياكشن. يعني انا بدمنع الترانسفيوجن رياكشن عن طريق مين؟ عن طريق ليش؟ الكروس ماتشنج. وقلنا انه بنستخدم فيها البلازما تبعت المريض مع السسبنشن او السيلز تبعت الدونيشن. هذا كان محاضرتنا المره اللي فاتت، وقلنا اذا بدك تستخدم اللس، اذا بدك تستخدم اللس في عمليه السسبنشن، قلنا انه هذه مهمه جدا لانه بتقلل من الوقت، وهي اختصار لللو ايونيك سبرينج سلاين، ووظيفتها انها بتقلل الزيتا بوتنشال، بتقرب كرات الدم الحمراء من بعض افضل من كلمه سلاين. السلاين يعني هو يعني صح يعني بيقرب كرات الدم الحمراء من بعض، لكن اكثر يعني اكثر تقربا وهي اللس، يعني اللس هو الافضل. وبالتالي وخاصه اللس انا لما بدي اكشف عن الاي جي جي، لكن لو انا بدي اكشف عن اي جي ام ممكن استخدم الصلاين فيش مشكله. وحكينا انه في حاجه اسمها بوفاين البومين، قلنا تركيزه هذا 22%، لازم تعرف التركيز تبع البوفين البومين، كلمه 22% مقدسه، وبالتالي هذه بتعمل نفس اللس، بتقلل الزيتا بوتنشال. وحكينا انه الكروس ماتشنج يكمن في المانيوال، في حاجه اسمها الاي اس، قلت لكم في الامتحان بيجي كلمه اي اس، تعرف انها اميديت سبين. وقلنا الاميديت سبين انها بتكشف انه لو في عندي غلط، مثلا انا اخذت حضرت A ل B، فبتكشفها هذه في المانيوال في التيوب ميثود. وبتكشف اذا الاي بي او تبعتي انا كويسه، انا عدت الاي بي او ولقيتها كويسه، معناته احتمال يكون كولد الو انتي بودي او اوتو اجلوتينين. وحكينا كمان عن
انه ال 37 بتكشف عن الاي جي جي، اذا الاي اس تكشف الاي جي ام، الاي اس تكشف الاي جي ام من اسمها اي اس اي جي ام، لكن ال 37 تكشف الاي جي جي وهي الالو انتيبادي. وحكينا عن المره اللي فاتت انه لازم قبل في المانيوال اذا انا بدي احط انتي هيومن جلوبيولين لازم اعمل واشنج للسيلز، والا شغلي غلط وبالتالي حيطلع عندي فورس نيجاتيف، وانقل وحده للمريض ويصير رياكشن والمريض يموت بسبب اخطاء او بسبب انك انت مش فاهم شو بتشتغل. شغله ثانيه، مع معنى كلمه انتي هيومن جلوبيولين قلنا انه انتي هيومن جلوبيولين انه اخذوا جاما جلوبيولين وحقنوها في رابت في ارنب وتكون عندنا انتي هيومن جلوبيولين، وهي من نوع اي جي ام، انه الكومس تيست الكومس ايجنت هذا قلنا من نوع اي جي ام وبرتبط بمين؟ بالاي جي جي. وقلنا كذلك انه في حاجه انه الانتي هيومن جلوبيولين عباره عن حاجتين، وهو عباره عن انتي اي جي جي وانتي سي 3 دي. وقلنا انه المهم تبعي انه انا اخذ عينه بلازما وليست سيرم، وقلنا للاسباب اللي احنا طرحناها المره السابقه انه البلازما افضل لانه البلازما ما فيش فيها فايبرين بينما السيرم فيها فايبرين، فممكن انه الار بي سي تتراكم عليها ويطلع فولس بوزيتيف. وحكينا كذلك انه البلازما انه ممكن فرصه الهيمولايز اقل، مش زي السيرم ممكن درجة تحرك فيها بالوود ابليكيتر وتصير هيمولايز. كذلك قلنا انه بيعمل البلازما بتعمل انهبيشن للكومبلمنت، انا بدور على انتي بودي وليست كومبلمنت، وبالتالي الافضل الي بلازما وبالتالي اتخلص من الكومبلمنت واعمل له ان اكتيفيشن. هذه بشكل عام احنا حكينا عن المره السابقه. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم على تكملت عن الجزء السابق. احنا المره اللي فاتت تكلمنا عن حاجتين، عن السكريننج تيست الاندايركت كومز تيست والكروس ماتش. الان انا يعني بدي اوضح لك انه اليوم انه السكريننج تيست وهو الاندايركت كومز تيست هي ممكن يكون عندنا نيجاتيف، ممكن يكون عندنا ايش؟ ممكن يكون عندنا نيجاتيف، وهو الاندايركت كومز تيست يكون عندنا نيجاتيف، ويكون عندنا الكروس ماتش، ويكون لو عندنا الكروس ماتش انكومباتبل. كيف يعني؟ مش واضحه. كيف يعني اندايركت نيجاتيف وانكومباتبل كروس ماتش؟ هذه يعني تفسير بدنا نوضحها. احتمال انه يكون عندنا الدات بوزيتيف، الدات معناتها دايركت كومز تيست، عشان يعني ما ضلكش يقول لي كل شيء بالدات دايركت كومز تيست. لو انا كان الدونر الدات بوزيتيف يعني عليه على السلسله تبعته اي جي جي، لو انا عملت هذا له، لو عملت له كروس ماتشنج، الكروس ماتش تبعي في الجل اكيد في انتي هيومن جلوبيولين حينضاف للسيلز لانه السيلز هذا عليها انتي بودي وبالتالي حيطلع انكومباتبل. انكومباتبل اذا في حاله انه ما يكون عندي الدات بوزيتيف لا متبرع حيطلع عندنا الكروس ماتش انكومباتبل. طيب بالله عليك لو انا عملت له اندايركت كومز تيست، ما معنى كلمه اندايركت كومز تيست؟ هو بيكشف الانتي بودي اللي موجود في البلازما. طيب انتي بودي موجود في البلازما، طب البلازما تبعتي كويسه تبعت المريض ما فيش عليها مشاكل، وبالتالي حيطلع نيجاتيف اندايركت كومز تيست. اذا انا لو اسالك سؤال اقول لك متى يكون الاندايركت نيجاتيف والكروس ماتش انكومباتبل؟ في حالة ما يكون انه الدايركت كومز تيست عند الدونر بوزيتيف. اثنين، في حالة الباسيفلي اكواير. يعني كيف باسيفلي اكواير؟ انا اديتك معلومة قلت لك انه الاندايركت كومز تيست بيكشف عن الالو انتي بودي،
ما معنى كلمة الو انتي بودي؟ يعني انتي بودي ضد انتيجين نون سيلف. برضو استاذ احمد وضح اكثر، انا حكيت لك انه في السكريننج او في الاندايركوم سيس بنستخدم او بوزيتيف او نيجاتيف، وضحت لك اياها المره السابقه. وبالتالي كلمه او، اي ما معنى كلمه او؟ اي لا يوجد عليها انتيجينات اي ولا بي، لانه بخاف يصير اوفرلابنج هنا او انترفيرنس في القصه، وبالتالي انا ما بختار فصيله اي او بي للاندايركت كونسيست. اذا الاو لا يحتوي على انتيجينات. طيب يعني يا استاذ احمد لا يكشف عن الانتي اي ولا الانتي بي؟ اه صح، اذا لا يكشف عن الانتي اي ولا الانتي بي. وبالتالي لو كانت الام فصلتها او والابن تبعها بي، ابنها بي، الحين حينتقل الاو عندها انتي اي وانتي بي، فحينتقل من عند البلاسينتا، من البلاسينتا لوين؟ من الام للايش؟ للطفل عن طريق البلاسينتا. وبالتالي حينتقل الانتي اي والانتي بي لمين؟ للطفل. طب ايش هو موجود عنده؟ عنده فصيلته بي قلنا، يعني عليه بي انتيجين. وبالتالي انا اخذنا عينه من هذا الطفل واجلنا، عملنا له مين؟ عملنا له اندايركت كومستس. تتوقع ايش يطلع؟ نيجاتيف، لان الاندايركت كومستس لا يكشف عن الانتي اي ولا الانتي بي. ولكن لو انا حضرت كروس ماتش، حضرت كروس ماتش، ركز معايا فيها، هذه بتصير مشاكل كثيره مع الاطباء، انه لو اجي احضر مثلا فصيلته بي، طبعا راح احمد طبش حضر بي، طلع ايش؟ طلع انكومباتبل. ايش بتقول انت؟ طبعا انت يعني بتكون لسه علمك طازه ومخلص جديد او مخلص قديم، ما فيش عمليه ريفرشمنت للانفورميشن تبعتك في بنك الدم. وبالتالي ايش حيطلع؟ ايش تقول انت؟ كيف واحد مولود لسه جديد بيطلع مع انكومباتبل؟ والله احتمال الجل غلط، في مشكله، احتمال الريجنت، احتمال لعينه ثانيه، تصير تعمل عمليه بريدكشن كلها ايش؟ خاطئ. عشان هيك الاطباء ايش بقول لك؟ في حاله انا ما ينولد عندي طفل ان شاء الله تكون فصيلته ايش ما تكون، ايش بقول لك؟ حضر لي او، حضر لي او. ليش الطبيب بفكر في كلمه او؟ اه برضو احنا، هل الطبيب مثلا سمعها من دكتوره اللي كان درسه اياها في الجامعه مثلا؟ هل يعني عن جهل مثلا؟ معلش مع احترامي للاطباء، يعني بحترم الجميع، بس بقول عن جهل، يعني ممكن يكون يعني مثلا انه خلاص اعطي او. طبعا المختبر شو يقول لك؟ والله الدكتور هذا ما هو لاقي له شغله. طبعا الطبيب صح، انا بقول الحين في هذه اللحظه انه اروح اقول انه الطبيب انا عندي فصيلته بي اروح اعطيه او، ايش المجنون هذا الطبيب؟ لا مش مجنون الطبيب، انت المجنون. ليش؟ لانه امه كانت او وانتقل له انت اي وانت بي، يعني في البلازما تبعته انت بي، تمام. وكروس ماتشنج انا بدي اخذ دم من المريض، تمام، وحضرت له بي زي فصيلته، حيطلع انكومباتبل. عشان هيك الطبيب بيقول لك ايش؟ اعطيه دائما او. لو فصيلته اي الطفل المولود الجديد اي او بي، بعطيه او مباشره. اذا لو انا حضرت له نفس الفصيله حيطلع انكومباتبل نتيجه ايش؟ عمليه الباسيفلي انتيبادي اللي انتقلت من مين؟ من الام الى طفلها. طيب الحاله الثالثه، في حاله لو انسيدنس انتيجين، كيف يعني هذه؟ يعني في الاندايركت كومستس مش كل الانتيجينات موجوده فيها، مش كل الانتيجينات موجوده فيها، يمكن تلاقي مثلا انتيجين مش موجود في السكريننج، وبالتالي له انتي بادي عند المريض، له انتي بادي وبالتالي حيطلع نيجاتيف.
منطقيا. فعشان احضر وحده دم لقينا اللو انتجن هذا موجود عند الدونيشن عند الدونر، وبالتالي بيطلع انكومباتبل. اذا خليك ذكي في التصرف متى يكون نيجاتيف سكريننج و انكومباتبل كروس ماتش. اخر شيء دوز افكت، يا ريت تفهموها الدوز افكت هذه. للاسف دكاترتنا في الجامعه احنا بنحترمهم والله، بس انت عارف بدي يعطي كم من المعلومات، لكن في حاجه مهمه الدوز افكت ما بركز عليها. يمكن الاقصى، يمكن اكثر ناس بركزوا عليها لانه دكاترتهم طلعوا دورات على اليابان، وبالتالي عرفوا شو المهم في الدول الجوار، وبالتالي كلمة دوز افكت. عشان هيك يا جماعة احنا بنقول الدورات الخارجية لا تبعين بنك الدم مهم جدا. احمد طرش ما خدش دورة خارجية، لكن احمد اجتهد على حاله، وكلمة اجتهد على حاله هذه صعبة في وضع أزمة عندنا في غزة، وبالتالي يعني نادر جدا ما تلاقي فيه اجتهاد. لكن برضو يعني احنا بنحضر محاضرات للأجانب بتلاقيه بركز على حاجة اسمها دوز افكت. وزي ما حكيت لكم انه في كانوا دورات في ايام في 2000 كان يطلع دورات على اسرائيل، ويطلع دورات على اليابان، ويطلع دورات برا على دول اجنبيه اوروبيه، وبالتالي كان يركزوا على حاجه اسمها دوز افكت. عشان هيك انا بدي اقول لك اياها دوز افكت، بديش اياك تطلع من المحاضره وتقول لي انه يعني اول مره بسمع فيها. لا، الان اسمعها وخليها معاك انك توصلها لغيرك، لانه هذه مهمه جدا. ايش يعني دوز افكت؟ دوز افكت انا حكيت لك اياها في كلمه بيزك، انا شرحتها من اول ما بديت محاضرات معكم، قلت لكم يا جماعه دوز افكت هذه مهمه في بنك الدم. احنا ما اخذناها في الاسلاميه بشكل كبير، ما اخذناها في الازهر، ما اخذناها في الجامعات الاخرى، الا يمكن قلت لكم في استثناءات في الجامعات اعطت وهي الاقصى احتمال. لكن انا بقول لك ركز عليها، انا قاعد بقول لك مش في الجامعه، انا مش من يعني من يعني ما خدناش في الجامعه، بس انا بقول لك ركز عليها الان دوز افكت، ركز عليها الان معايا في المحاضره، سواء في اهل اليمن، في اهل العراق، في ليبيا، ركز على هذه كلمه دوز افكت. كيف دوز افكت؟ يعني انا حكيت لك انه في بعض الانتيجينات بتنافسوا. كيف يعني؟ لو اضربنا مثال بسيط، سي كابيتال وسي سمول، حكيت لك انه السي كابيتال والسي سمول اذا التقوا مع بعض، ها اذا التقوا مع بعض يعني سي بوزيتيف، سي كابيتال بوزيتيف وسي سمول بوزيتيف، الاثنين موجودات تمام، وكان انا عندي انتي بودي لهم، لا واحد منهم اسف واحد منهم انتي سي كابيتال مثلا، وبالتالي حيكون التفاعل الحين الار بي سيز عليها تو انتيجين تمام، هتلاقي انه الانتي بادي اللي عندي حيتفاعل ببطء ضعيف جدا وكاد ان يكون نيجاتيف. يعني اذا التقت السي كابيتال والسي بوزيتيف على الار بي سيز فان الانتي بادي تبعها احتمال ان يطلع يكون ويك او نيجاتيف. هذا بهمنا استاذ احمد؟ بهمنا. ونصيحة مني، بنك الدم يكمن في دوز افكت، اللي مش عارفها نصيحة مني خلاص ينسى بنك الدم. طيب ادينا مثال تاني، اي كابيتال اي سمول، لو في عنا انتي بادي على ار بي سيز في اي كابيتال واي سمول، ولقينا انه ايش بدنا نفاعل معهم الانتي اي كابيتال مثلا، هتلاقي التفاعل يا اما انه بطيء ضعيف يا اما ان يكون نيجاتيف. هذه مش مصيبه؟ والله مصيبه. الحين بقول لك ليش مصيبه، عشان هيك انا بقول لك اياها يا دكتور في المحاضره الاولى شرحتنا اياها. ايوه تمام، الحين انا بدي اوريك اياها عملي. كيف يعني عملي؟ بدي اوريك اياها في البانل عشان اثبت لك ان كلمه دوز افكت اللي مش عارفها نصيحة مني خلاص يطلع من التحاليل كلها.
ليش؟ لانه انت بتحدد الانتي بودي من خلالها، مصيبه، هذه جريمه كبرى اذا انت مش عارف هذا الكلام. وبالتالي لو كان عندنا سي كابيتال موجود وسي سمول مش موجود، الانتي بودي للسي كابيتال بيكون التفاعل قوي جدا. وقلنا كلمه هوموزايجوس، ايش يعني هوموزايجوس؟ يعني واحد منهم الموجود والثاني مش موجود. ايش هيتيروزايجوس؟ يعني اثنين موجودات. وبالتالي انا لما اقول لك في الهيتيروزايجوس بكون التفاعل ويك او نيجاتيف، صح ولا غلط؟ اه صح. لكن لما يكون هوموزايجوس يعني واحد منهم موجود، وبالتالي بيكون سترونج بوزيتيف. هذه بدك تفهمها ضروري جدا. طيب ايش يعني نيجاتيف سكريننج؟ نيجاتيف سكريننج يعني مثلا الاندايركت كومز تيست انه في هيتيروزايجوس، في هيتيروزايجوس يعني على السيلز، مش احنا قلنا هذه عباره عن سيلز او بوزيتيف او او نيجاتيف، السيلز اللي حاطينها انه فيها هيتيروزايجوس، يعني فيها مثلا قول اي كابيتال واي سمول موجوده، وانا بدك تاخذ لي الحين بلازما مني وتفحص لي الاندايركت كومز تيست، وعندي انا عندي انتي، عندي انتي سي مثلا، عندي انتي سي سمول، وبالتالي حيكون التفاعل ايش تتوقع يطلع النتيجه عندي في الاندايركت كومز تيست؟ حيطلع نيجاتيف، رغم انه انا عندي انتي سي. ليش؟ لانه السكريننج فيها هيتيروزايجوس، وبالتالي ممكن تطلع النتيجه ايش؟ نيجاتيف. اجينا نحضر الدم، انا عندي انتي سي، اجينا نحضر الدم طلع انكومباتبل. ليش؟ طلع عنده الدونيشن عنده هوموزايجوس. اذا خليك ذكي جدا في بنك الدم، احتماليه انه يكون هوموزايجوس في الدونيشن، واحتماليه انه يكون هيتيروزايجوس في الاندايركت، عشان هيك طلع نيجاتيف في الاندايركت وطلع انكومباتبل في الكروس ماتشنج. يا رب تكون وضحت الصوره. طيب متى يكون بوزيتيف سكريننج ويكون عندنا كومباتبل؟ يعني الدايركت كومز تيست بوزيتيف وعندنا جينا نحضر الكروس ماتش يطلع كومباتبل، ممكن؟ اه ممكن. في حالة ايش؟ ما يكون عندي انتيجين نيجاتيف دونر. كيف يعني؟ يعني انا عندي انتي اي، وهذه تشانس دير بالكم. كيف تشانس؟ يعني بالصدفة، يعني مش يعني مثلا انا عندي انتي اي، انتي اي كابيتال، اجيت سحبت وحدة من الثلاجة، سحبت وحدة من الثلاجة وكانت بالحظ بالصدفة انه فش فيها اي انتيجن، وحضرت كروس ماتش ويطلع كومباتبل. اجينا نعمل اندايركت كومز تيست، طبعا الاندايركت كومز تيست معروفة السيلز بكون فيها الاي انتيجن والسي كابيتال والسي سمول والاي كابيتال والاي سمول، فحيطلع ايش عندي؟ الاندايركت كومز تيست حيطلع عندي بوزيتيف. اذا استنتجنا في هذه الحالة انه ممكن يكون عندنا indirect comms test يطلع بوزيتيف والكروس ماتشنج يطلع كومباتبل. اثنين، الدوسج افكت، انه يكون في السكريننج تيست هوموزايجوس. ها ها اسمع كلامي، هوموزايجوس يعني يكون عنده مثلا سي كابيتال وسي سمول، وانا الدم البلازما اللي عندي انتي سي كابيتال، فبطلع ايش؟ اندايركت كومز تيست بوزيتيف. طيب اعمل كروس ماتشنج يطلع، طلع ايش؟ طلع كومباتبل. ليش كومباتبل؟ لانه هيتيروزايجوس، وبالتالي التفاعل حيكون ويك او نيجاتيف، وبالتالي كومباتبل حيطلع.
منطقيا ممكن يطلع نيجاتيف. عشان هيك اديك معلومه ايش بنستنتج في هذا الامر، ايش بنستنتج، نعمل كونكلوجن. نصيحه، هذه المحاضره اهم محاضره في بنك الدم. كيف يعني؟ مثلا انا حضرت كروس ماتش لواحد والله كومباتبل، نقلت له المريض صار معاه مشاكل، فهذه مشكلة. انه انا يطلع معايا كومباتبل برا وجوا مشكلة، هذه مصايب كبرى بتصير. عشان هيك اعمل، وللأسف احنا بنعمل بس كروس ماتش وهذا غلط. المفروض نعمل اندير كونستس ونعمل كروس ماتشنج الاثنين، نعمل الاثنين الاندير كونستس ونعمل الكروس ماتشنج عشان نتجنب ايش المشاكل. طيب الحالة السنة الثالث انتي اتش وانتي اي اتش وانتي ال اي بي اتش، هذول قلت لك انه ممكن يكون في جروب اي مثلا، حكيت لك اياها المعلومة المرة اللي فاتت، هذه كانت في قصة الاي بي او ديسكريبنسي. قلت لكم الانتي اتش والانتي اي اتش والانتي ال اي بي اتش، هذول ممكن تلاقيهم في جروب اي في سيرم المريض تبعت، وحالات نادره هذه، انا بحكي لك حالات نادره، انا جبت لك اياها عن حالات نادره، وبالتالي اجيت احضر هو فصيلته اي، اذا البلازما تبعته فيها هذه انتي اتش وانتي اي اتش وانتي ال اي بي اتش مثلا واحد منهم. ما فيش عندي ايه، حضرت له او، تتوقع ايش يطلع؟ او كلها اتش، هيطلع انكومباتبل. فانت احيانا بقول لك انه بنحضر او لا ايه بيطلع انكومباتبل، احتمال يكون في عنده هذه الحاجات. وبالتالي لو انا اجيت حضرت مثلا ايه لا ايه هيطلع ايش؟ كومباتبل. لكن اجيت اعمل له سكريننج البلازما ايش فيها؟ انتي اتش وانتي ال اي اتش او انتي ال اي بي اتش، والسكريننج هي او، وبالتالي هيطلع ايش؟ بوزيتيف للسكريننج وكومباتبل للكروس ماتش. اخر شيء وهو الديليوانت ديبندنت انتي بودي، يعني كيف هذا يا جماعه موجود في الابحاث انه انتي بادي ممكن يتنشط في وجود الاديتيف الموجوده في السكرينينج، يعني يكون انه انتي بادي هذا اللي عندك ان اكتف، ولكن عندما شاف اديتيف سوليوشن في السكرينينج صار اكتيفيشن، وبالتالي طلع بوزيتيف في الاندركومستس وكومباتبل في الكروس ماتشنج، لانه مش نفس الاديتيف اللي بنستخدمها في الكروس ماتشنج نفس الريسلز. طيب ممكن يصير عندنا نيجاتيف سكريننج وانكومباتبل كروس ماتش في الاي اس في الامبيديت سبين، كيف يعني يطلع نيجاتيف في السكريننج تيست؟ كيف في حاله الاي بي او انكومباتبيليتي، يعني انا حضرت A ل O A ل B A ل B، ال A في عنده انتي B، وبالتالي السكرينينج لو اديت اعمل قال لك الدكتور كنت اعمل اندايركت كونسس هيطلع نيجاتيف منطقيا، لانه انا ما بكشف عن انتي A ولا انتي B، ولكن لو انا عملت كروس
شيء حيطلع انكم بتتعبوا. وكذلك الانت اي 1 في السب جروب تبعت الاي او الاي بي. لو انا حضرت اي 2 ل اي 1 مثلا نجحتها انت بدون يعني حضرتها مش مشكلة حضرتها، طلع انت امباكابل. اجيت عملت اندايركت كومب تيست ايش حيطلع؟ حيطلع نيجاتيف، لانه الاندايركت كوم سيست لا يكشف الانتي اي 1 ولا الانتي اي ولا الانتي بي، بيكشف عن حاجات ثانيه. بكتب لي اكوايرد انتي بودي، يعني لو زي ما قلت لك في عندنا بس لي اكوايرد انتي اي وانتي بي برضه حيطلع عندنا نيجاتيف سكريننج وانكومباتبل للكروسمات. هذا كلام انه الايه باخذ من الايه والاو، هذا مفهومه. البي باخذ من البي والاو، الاي بي باخذ من الاي بي والاي والبي والاو. هذه انا جايب لك اياها من الاي اي بي بي. كيف يعني؟ هنا ركز انه في حاله الاي بي الخيار الاول الاي اي بي بي بيقولوا هو الـ A B ثم الـ A. احنا في غزة الخيار الأول A B والخيار الثاني B. وبالتالي هنا عندك انت ممكن تجاوب المقابل. لو سألك وقال لك واحد فصيلته A B بدريحك من الإجابة عشان تعرف تجاوب له، إنه إذا فصيلته A B ومعناش A B الخيار، بتقول له هيك حسب ال A A B B الخيار الأول أعطيه فصيلته والخيار الثاني A. أما بالنسبة للأس أو بيز الموجود في قطاع غزة، انه الخيار الاول اي بي والخيار الثاني بي بي. الخيار بي عشان ايش؟ ما تختلفش مع المقابل، لانه هو ممكن يضرك في هذا الامر. الاي بي او انكومباتيبلتي، لو صار عندنا صرفت اي لبي ممكن يصير عندنا immediate transfusion reaction. عشان هيك بيجي سؤال في الامتحان بقول لك انت لو الشوة اللي بيعمل immediate transfusion reaction هل هو الاي بي او ولا الار اتش؟ طبعا الاي بي او incompatibility بيعمل ايش؟ immediate يعني دغري على طول، من اول ثانية من اول ما بتحط دم غلط بتظهر على طول مشاكل. لكن في الار اتش سيستم وهو ديلي ترانسفيوجن رياكشن، يعني بده وقت، ممكن نحتاج الى 5 ايام عشان تظهر المشكله. اما هذا امديت. في عندنا شويه تحذيرات بالنسبه للسامبل. حكيت لك انه السامبل لازم تكون اديتا تيوب، الريكوست لازم يكون يعني شوي. الحين خلصنا من المشاكل، الان انا قاعد بقول لك لازم الريكوست تبع الكروس ماتشنج يكون بيشنت فول نيم، الايدنتيفيكيشن نمبر، يكون الهوسبيتال نمبر، الوورد، القسم تبعه، الديت، التايم. طيب لو انا اول فلوبت مس سيجنتشر، يعني كيف يعني؟ حتى لسحب العينه، والله انا اهم شيء اللي سحب العينه، لانه ممكن التمريض يجيب لنا البلا يروح يسحب لواحد ثاني مش للمريض نفسه، يعمل لنا قصه ويصير رياكشن. عشان هيك
الفلوبتمست، الفلوبتمست لازم ينكتب اسمه لسحب العينة. الشغلة الثانية الديت والتايم، التاريخ مهم جدا، لأنه أنا حكيت لك قلت لك ممكن أنت ما تحضرش دم، يقول لك مش محتاج، وبالتالي بتحسب وقتيش لازم، 3 أيام، بعد 3 أيام بدك ترفض تجيب عينة ثانية، وبالتالي كذلك الوقت، لأنه الوقت برضه بيحدد ال3 أيام بالضبط وقتيش. طيب إذا لازم اللي يكون في بنك الدم كواليفاي، وبالتالي كيف كواليفاي؟ يعني يكون مؤهل، أي عينة ما يتبلعش فيش فيها بلع هذه، لازم يكون الليبل واضح على الأنابيب، والريكوست يكون كامل، اي ديسكريبانسي، اي داوت بتوين الريكوست اند سامبل، ما فيش فيها دلع هذه، انت شاكك في العينه والريكوست مش متناسبات، في خلل، دغري على طول اطلب نيو سامبل، يحلف لك ما يحلف لكش هذه فيش فيها دلع، هذه مش كرياتينين ويوريا، هذه مش اميليز، هذه مش سي بي سي، هذه بدك تنقل دم لمريض، ممنوع منعا باتا اي حاجه انت بتشكها، هذا انا جايب لك اياها من الاي اي بي بي، اي حاجه في خلاف، في شكك، داوت، ارفض على طول، جيب عينة جديدة. طيب بقول لك هنا انا حضرت دم، حضرت ايش؟ دم لمريض، واخذ الوحدة، اخذ وحدة دم، لازم العينة تضلها عندك في الثلاجة 7 أيام، ركز معايا، 7 أيام، 7 days، حضرها عندك مع السيجمنت اللي انت حضرت فيه منه الدم للمريض، 7 أيام تضلها. لكن إذا أنت ما حضرتش للمريض، يعني حطيت ستاند باي العينة 3 أيام، مش يقول لي أستاذ أحمد كتب 7 و3 لخبط مخوخنا، لا، أنا بوضح لك إياها الآن، إذا أنت حضرت دم وأخذ المريض وحدة الدم، العينة السامبل تبعتك هذه تضلها 7 أيام عندك في الثلاجة. لكن لو انا ما حضرتش وما اخذش ولا وحده دم واحط العينه ستاند باي، فمدتها 3 ايام. طيب عندنا قلنا احنا في العملي في المانيوال، في حاله انه انا بدي اضيف انتي هيومن جلوبيولين في المانيوال، لازم قبل ما اضيف الانتي هيومن جلوبيولين اعمل واشنج للسامبل، اعمل واشنج لمين؟ للتيوب اللي حضرت فيها الكروس ماتش، اعمل واش. وحكيت لك لانه الانتي هيومن جلوبيولين ممكن يتفاعل مع اي انتي بودي فري، وبالتالي بيطلع نيوترلايز، وبالتالي يطلع فولس نيجاتيف، ويعمل لك مشاكل وتنتقل للمريض، ويصير المريض يموت بسببك. لما تشتغل مانيوال قبل إضافة الأنتي هيومن جلوبيلين اعمل واشنج للتيوب تبعتك. طيب
في عنا ممكن يكون عندنا مشاكل في قصة ايش؟ الانتي اف واي اي. ايش يعني الاف واي اي هذه؟ هذه الانتي بادي للضفي. مثلا انا عملت انتي بادي سكريننج تبعه لقيت نيجاتيف، يعني كيف هذه اللي ايش بتقول؟ هذه ايش بيقول يعني القطعة هذه؟ انه في مريض عنده انتي اف واي اي، يعني في الهيستوري تبعته، في الدوكيومنت تبعته عنده انتي اف واي اي. الحين اجيت اعمل له indirect Coombs test، طلع معايا نيجاتيف لانه التايتر تبعه قل جدا، تمام. وحضرنا له كروس ماتش طلع كومباتبل، ممنوع منعا باتا، ها ممنوع منعا باتا انه مريض عنده انتي ان شاء الله. ايش ما يكون انتي، هذا المريض لازم تستثني وحدة الدم من الانتيجين هذا، ممنوع تعطيه اف واي اي موجودة على الار بي سيز حتى لو كان كومباتبل، ممنوع منعا باتا. هي التفسير تبع هذا الكلام، يعني المفروض انا حضرت لمريض مثلا ثلاسيميا، طلعت له ام تي اي، طلعت له ام تي اي في 1985، تمام. واجاني بعد فترة وطلع عملت له الاندايركت كومس تست طلع النيجاتيف، والكروس ماتش طلع نيجاتيف، ما جاش علي انا مثلا، راح نقلوه من مستشفى الاوروبي مثلا لا مستشفى التركي، والحين احنا في 2023، اعتبر انه ظل حي، ما فيش اي هيستوري عند الصداقة التركي، وراح نقلوا له دم. هذه مصيبة. عشان هيك يا جماعة ممنوع منعا باتا، واحد بيطلع عنده انتي اف واي اي او انتي اي او انتي سي او انتي سي كابيتال، ايش ما يطلع اكتب عندك دوكيومنت واعطيه ورقه، هذه امانه في رقبتك، اعطيه ورقه قول له انت عندك انتي مثلا اي، وبالتالي بتسهل على لو راح على مستشفى ثانيه بتسهل عليهم انه لازم انا اطلع له وحده دم فيها اي انتج اي نيجاتيف اي انتج نيجاتيف، وبالتالي انا بتلاشى مصيبه. ليش؟ لانه في عندنا احنا في المناعه اسمها ميموري سيلز، وهذا الميموري حافظ انه عنده انتي اي بس كميته قليله لانه ما اخذش كل مره باخذ اي نيجاتيف، وبالتالي لو اخذ اي مره واحده حتلاقي انا مناسك رياكشن، وبالتالي ممكن يصير تفاعل ويصير قصه وممكن يموت فيها المريض،
وممكن تبع التلاتين مش بقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا لي دم غلط، فانتبه من المعلومة هذه. طيب يا رب تكون وصلت. فعشان هيك هاي بقول لي انه نفس الكلام، لانه في ميموري سيلز ممكن ايش يعمل للاكتيفيشن، فانتبه من حاجة اسمها انمناستيك ريسبونس. طيب دكتور احمد، اذا بتحب في الجزئيه اللي انت اعطيتها هذه، اللي عنده سؤال، اللي مش فاهم، اللي حابب انك تعيد له قبل ما نكمل، ايش رايك؟ جاهز. تمام، خلينا نفتح المايكات جماعه. في الجزئيه اللي شرحها الدكتور من الدوز افكت للان، لحد ما نوقف الان، اللي مش فاهم، اللي بده الدكتور يعيد له اياها، ما فيش اي مشكله يا جماعه، هفتح المايكات على الكل. ما حد يستحي ولا حد يخجل، الكل لازم يتفهم. يعطيك العافية يا دكتور. اللي عنده الله يعافيك يا رب. دكتور أحمد، السؤال الاندايركت كومز تيست هو بيكشف عن معناته انه بيكشف عن الاي جي جي، تمام؟ الحين الانتي اي والانتي بي مش هذول يعتبر الاي جي ام؟ تمام، يعني معناته انه شو اسمه الاندايركت بيكشف عن الاي جي جي حصرا، يعني بيكشفش عن الاي جي ام بالمره. يعني احنا بدنا نشتغل الاي جي ام في شو اسمه في الاي اس، صحيح يا دكتور احمد؟ احنا قلنا انه لو بدي اشتغل انا الاندايركت مانيوال في اي اس بكشفها، بس في الجل قلت لك 37 حكيتها، صح ولا لا؟ تمام. يعني لا، احنا قصدي يعني انه اندايركت بشكل عام بكشف عن الاي جي ام لما نحط احنا في الاربع درجات، يعني ايوه، يعني مش في الاربع درجات، حتى في درس 25 في او دغري انا لفيتها، يعني مثلا عملت ثلاث انابيب هذول حطيتهم مانيوال، جبت ثلاث تيوبات وحطيت السيلز وحطيت البلازما ولفيتها على طول، ممكن ينكشف في الاي اس. في الاي اس. طب هنا دكتور احمد، لكن في الجل في الجل في الجل احنا بنعمل انكيوبيشن وسنتريفيوجيشن، يعني دخلناها في 37 وبالتالي حيكشف عن الاي جي جي، وضحت؟ تمام. الحين يا دكتور احمد، في الاي اس احنا بنستخدم سلاين، تمام؟ تمام. الحين السلاين مش بيكشف عن الاي جي ام فقط، يعني اي جي ام بيكشفش عن غيره. هو السلاين بيكشف عن الاي جي ام ولا، بس الافضل انه استخدم لس للاي جي جي، ما يستخدمش السلاين، الافضل. وضحت؟ الافضل. تمام، لانه الاي جي ام كبيره هيك، يعني حجمها بنتمر، والاي جي جي مونيمر، تمام؟ مونيمر، ايوه، بدنا نقرب كرات الدم الحمراء زياده عن اللزوم، نستخدم لس وليس الصلاين. بتنشل، تمام. الحين حاليا الاي جي ام كبيره، حتعمل زي ما تقول اجلوتينيشن. طب الاي جي جي حتى لو الصلاين، لانه الصلاين مش حيقرب الخلايا من بعض اساسا. مش لا 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 لا، بيقربها بس مش مش زي تقريب اللس، وضحت؟ تمام يا دكتور احمد، تمام. في الحين سؤال الانمناستيك رياكشن، مش احنا قلنا مع الانتي كيد فقط 100%؟ لا ماشي، انا معك، انا مأيدك. الانمناستيك رياكشن انا قلت لك في حاجه اسمها الانمناستيك رياكشن، صح، بتصير في الكيد، مظبوط، ماشي. بس انا بحكي لك كلمه الانمناستيك رياكشن ايش معناتها، يعني عشان بدي اوضح لك اياها، انه الانتي بودي يكون كميته قليله وفجاه بزيد بصوره كبيره، هاي كلمه الانمناستيك. فقلت لك بتصير اكثر شيء مع الانتي كيد، صح، اكثر شيء يعني مميز فيها الانتي كيد، لكن ممكن يصير مع حدا ثاني، فهمت علي؟ وضحت؟ تمام يا دكتور احمد. الحين في سؤال بالنسبه للاندايركت كومسيست، بيكشف يا دكتور احمد، قلنا قبل شوي على الهيتيروزايجوس، صحيح؟ كيف على الهيتيروزايجوس؟ لا كيف؟ يعني في الحين لما يكون في الدوز يا دكتور احمد، معك الدوز، مش الحين انت قلت لنا بيكشف عن الهيتيروزايجوس؟ لا، هو ما قلت لكش هيك، بيكشف، هو بيكشف عن مين؟ بيكشف عن الانتي بودي
الانتي بادي، بس بدي اديك معلومه، هو كل اللي في الحين موجود، السيلز الموجوده في الاندايركت كومستيست موجوده هوموزايجوس. تمام. الحين دكتور احمد، الهيتيرو ايش بيكون عنده انتي في السيرام؟ لا، الهيتيروزايجوس قلت لك انه مثلا سي كابيتال وسي في كابيتال بوزيتيف وفي سمول بوزيتيف، فهمت علي؟ يعني تو انتيجين خوات موجودات مع بعض، وهذا لو كان في لهم انتي واحد منهم حيكون ضعيف او نيجاتيف، وبالتالي المفروض اي كرات دم حمراء لازم يكون عليها يا سي كابيتال لحاله يا سي سمول لحاله عشان يطلع التفاعل كويس. وضحت؟ تمام. عشان يطلع زائد 4 او زائد 3. ايوه، ما يكون الزائد واحد او صفر. يعني احنا طب في الحاله هذه لما يكون زائد واحد او صفر كيف حنكشفه؟ ما هو اذا صفر خلاص مشكله. معناته يا دكتور احمد انه شو اسمه في المستشفيات عندنا نحن بنشتغلش ولا حاجه من الشغل هذا، بتهيالي احنا عايشين في عالم ثاني. لانه العلم هذا جديد علينا، اقسم بالله جديد. عارف شو اللي بصير، عارف كل حاجه. وضحت تمام. طيب في سؤال بس اخير ممكن اذا فيش غلبه. تفضل. الحين الاو مش احنا نضع في الاندايت كومس تيست بنحط خلايا الاو؟ صحيح. الحين مش في حال، انت قلت لنا المحاضره اللي فاتت انه في زياده في الانتي بادي هيأثر، تمام؟ زياده كثير في الانتي بادي هيأثر. كيف طب كيف؟ زيادة الانتيجين، كيف زيادة الانتيجين لطالما احنا الخلايا احنا مصنعة عندنا؟ مش فاهم سؤالك يا احمد. يعني يا دكتور احمد، الحين زيادة في الانتي بادي، الحين في زيادة كثير انتي بادي، مش حيأثر على التفاعل؟ عندك انتي بادي الى ايش؟ الو انتي بادي يقول. طيب. تمام، زايد كثير في الـ في الـ في الـ في البلازما تاعت المريض. في البلازما. مش حيأثر على التفاعل؟ قصدك يصير بروزون فينيمينا مثلا؟ بدي اقول لك شغله واحده. الحكايه عمليه التفاعل انه الانتيجين انتي بادي رياكشن، هنا العلماء عاملين لها حسابات. ليش؟ كيف حسابات؟ انه اصلا هذه السيلز ديليوشن، يعني تجيك السيلز ديليوشن يا احمد، مش يعني مخففة، وبالتالي البروزون بني منا يعني ديسبيرينج في هيك قصة. وضحت ولا لا؟ تختفي. وضحت؟ يعني عندك السيلز سسبنشن، صح؟ مش سسبنشن ولا لا؟ معايا؟ اختفى الصوت. الو. صحيح يا دكتور احمد، معك صحيح. يعني كلمة بروزون بوني منا في هيك قصة مش موجودة، لأنه إحنا السيلز بتجينا سسبنشن يعني ديليوشنال، وبالتالي عملية البروزون في السيلز أو في السكرينينج معدومة تماما. وضحت؟ تمام يا دكتور أحمد، تمام. حلو سؤالك، دير بالك هذا حلو سؤالك، أنا بسأله دائما في المقابلات بنسأل. حلو. كويس دكتور. تمام. الحين يا دكتور احمد في سؤال، الحين الكروس ماتش الحين احنا في الاندايركت كومز تيست، تمام؟ الحين الاجراء التالي بعد الاندايركت نستخدم الكروس ماتش؟ صحيح. يعني هذا المفروض، بس بصيرش هذا في قطاع غزه للاسف. يعني المفترض الكروس ماتش مباشره بعديه عشان يحدد الانتي بادي بالتحديد. بالضبط. يعني انا مش معقوله انا احضر واضيع وقتي ويطلع انكومباتبل. طب ما نعمل سكريننج اول شيء. صحيح يا دكتور احمد، سمح لي على الغلبه يا دكتور احمد. انت البركه كلهم، بارك الله فيك. دكتور، في كمان احمد عليان الطير عنده اسئله كثير، افتح المايك. ماشي، توكل على احمد. افتح المايك. هو يمكن مش عارف يفتح المايك ولا بقول عندي أسئلة كثير.
تتكلم يا احمد، هاي المايك مفتوح. احمد ما عارف. طيب جماعة اللي عنده سؤال ثاني بالمناسبة، ابو الوليد، ابو الوليد انت، ابو الوليد ما حدش بيضايق من سؤالك، يعني انت اسأل براحتك، ما تقولش اخر سؤال وهذا، اسأل براحتك، احنا بنستفيد في الاخر لما تسأل، احنا بنستفيد. اللي عنده سؤال او حاجة او في نقطة مش فاهمها يفتح المايك يسأل. دي المحاضرة والله دسم دير بالك. اذا انت يا ابو الوليد في نقطة مش فاهمها قول للدكتور انا مش فاهم عادي. ما انت شايف ما والله شاء الله زملائك بيخجلوا، كانوا بلا مؤاخذه الواحد راح طالب ايدهم. اسال براحتك يا اخي، خذ راحتك. لا لا، المعلومات هذه برسمي أول مرة تمر عليهم أساسا، عشان هيك زي ما تقول مش عارفين زي ما تقول يسألوا فيها. طب أحيانا يا دكتور سيدي أحمد، لا هو موضوع، اذا في حاجه مش فاهمينها يا عم يفتحوا المايك يقولوا احنا مش فاهمين النقطه هذه، ما حدش هيضحك عليهم، ما حدش دكتور هيقول احنا أحمد كيف مش صحيح المفترض زي ما تقول يسأل عاد. دكتور تمام. أحمد، هي انت نقطة الأنتي إيه والأنتي بي، الأنتي إيه والأنتي بي إنه بكشفش عليها الاندايركت، هي هذه النقطة ممكن. وفي نقطة الهيتيروزايجوت والهوموزايجوت، هذول النقطتين هن أصعب نقطتين موجودات. صحيح دكتور يعني الحين، لا الحين بس في الأنتي إيه والأنتي بي هو بكشفش عنهن، تمام؟ احنا صحيح، قلنا هو بكشفش، تمام؟ بكشفش عنه. طيب يعني بكشفش عن الاي جي ام برضه، ولا ايش رايك؟ هو زي ما حكيت لك انا، احنا عشان بنخليها في درجه 37 في الجلد، وبالتالي لكن انت ممكن تشتغلوا مانيوال في الاي اس ممكن ينكشف. فهمت علي؟ هاي القصه، بس تمام بشكل عام هو بيكشف عن الاي جي جي تمام عشانه في 37 بس، يعني النقطه هذه نقطه خلاف. بالضبط. صحيح. الحين يا دكتور احمد في حاله البليتلت، لما تكون الحين لما نصرف لمريض بليتلت، احنا الحين لازم تكون الفصيله نفس فصيله الدونر، يعني الريسيبيانت والدونر نفس الفصيله عشان نصرف بليتلت. صحيح، نفسها يعني A و A B B، لكن ال R H مش مشكلة، يعني ممكن أنت تصرف A positive ل A negative وال A negative ل A positive عادي. طب في حال احتوت على شوية بلازما ما ايش بنعمل؟ بأسرش؟ بأثرش. هو المشكلة وين؟ المشكلة في لو كان فيها دم R B Cs، هذه لو المشكلة. فيها 2 مل أيوة بالضبط، يعني 2 مللي بدك تعمل كروس ماتشنج لها. الاثنين مل. ايوه تمام يا دكتور احمد، تمام. انا اذا في سؤالين هيك بدي احضر سؤالين واسالهم ان شاء الله. ان شاء الله. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ الله يسلمك يا رب. اهلا 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 دكتور. شن حالك؟ فاهم. الله يعطيك انا الصحة يا عندك رب. سؤالين لك يا عسل ان شاء الله وثلاثة اكيد. تفضل. السؤال الاول، الحالات الهيموليتك انيميا، تمام، لما تبدا حالة هيموليتك انيميا في المستشفى مثلا، هل اعملها اني دايركت كومبستيست ولا ما اعملهاش باش احدد ان هي الو ولا اوتو انتي بودي؟ تمام. في السؤال حالة الثاني عندي دكتور صلاح، خلينا واحدة واحدة. حاضر. تمام. الحين بالنسبة للهيموليتك أنيميا، الهيموليتك أنيميا هو الفكرة فيها إنه بيصير ديستركشن للآر بي سيز. ديستركشن للآر بي سيز، أول شيء أنا بدي أعرف إيش عملية الكوسز إلها، يعني ما السبب الهيموليتك أنيميا إنه صار تكسر. إذا كان عملية التكسر نتيجة مشكلة في الممبرين تبعت الار بي سيز، وبالتالي حيكون الدايركت كومز تيست نيجاتيف، لأنه مشكلة ممبرين وليست مشكلة انتيجين انتي بودي رياكشن. وبالتالي هذه مثلا مشكلة ممبرين وفي عندنا هيموليتيك انيميا، وبالتالي حيكون الدايركت نيجاتيف. مثلا عندك السفيروسايت او هيرديتال سفيروسايتوسز، هذه تعمل هيموليتيك انيميا، وبالتالي لو اجيت انا عملت لها الدايركت كومستس هيطلع نيجاتيف.
لانه المشكله هنا مشكله من برين وليست انتيجين انتي بادي رياكشن. لو مثال اخر معاكس، لو كان في عندنا مثلا عندنا في عندنا نتيجه اميون، يعني في عندنا انتيجين انتي بادي بيهاجم الانتيجين تبعت الار بي سيز، وبالتالي هنا بيكون الدايركت كومستست بيطلع بوزيتيف. اذا الهيموليتيك انيميا بشكل عام اني احكي انها دايركت بوزيتيف خطا، يعني معلومه خاطئه، ولكن انت بتقول له هيك حدد لي ايش المرض اللي في الهيموليتيك عشان انا اقول لك انه دايركت بوزيتيف ولا نيجاتيف. الدكتور بيطلب مثلا لما يكون في عندنا هيموليتيك انيميا، الدكتور بطلب دايركت كومستست. عارف ليش بطلب دايركت كومستست؟ عشان يعمل اكسكلوجن للسفيروسايت، انه مش سفيروسايت، مش جي 6 بي دي، ها اسمع مني، ها يعني عشان يعمل اكسكلوجن لحاجات تانية. لكن لو كان طلع دايركت كومستست في واحد عنده هيموليتيك انيميا، الدكتور حيقول اه والله هنا احتمال يكون اوتو اميون ديسيز. اذا بقدر اميز شق الهيموليتيك انيميا داخل بعضها، يعني داخل الامراض، يعني في عندنا امراض للهيموليتيك انيميا كثير اسبابها، فممكن انا راح اميز هل هي اوتو اميون اللي عملت هيموليتيك او هي سفيروسايت او جي 6 بي دي او سيكل سيل. وضحت؟ تمام دكتور، وضحت. الله يبارك فيك. السؤال الثاني، السؤال الثاني، في حالة عندنا في المستشفى كنا نهدد أنا والجماعة البال. معك، سامعك دكتور. الصوت بقطع، ما مش سامع ولا حاجة. يا دكتور صلاح وين اختفيت؟ دكتور صلاح، لا استلمت، تموتش الآن يا دكتور صلاح، اسأل السؤال بعدين. تمام الصوت طكي. ألو ألو، سامعين؟ سامعين، سامعينك، سامعك سامعك يا زلمة، سامعك. هذا بيسكر المايك قاعد. افتح المايك يا حبيبي. عندنا في المشكلة تمام، توك بشنة مفتوح المايك. ايوه ايوه مفتوح. ايش السؤال؟ ايش الحالة؟ سمعني، سامعني. ايش الحالة؟ سمعني يا احمد، سامعك دكتور. تعال عندنا زمان خدموا العين، خدموا الحالة، غدموا العينة لولا طلعت اي بي موجبة، الجلوتينيشن يختفي بسرعة، يطلع ويختفي بسرعة، لما جابوا عينة تانية طلعت بي واختفي بسرعة، شن الحالة هذه؟ أنا اللي فهمته منك إنه مريض فصيلته اي بي. دكتور لا أنا بدي أقول لك إيش اللي سمعته، مش عارف، يمكن أنا اللي سمعته منك إنه واحد فصيلته اي بي، أجيت تعمل له اي بي بعدين اختفى الأجلوتينيشن على السريع، وبعدين جابوا له عينة تانية طلع بي وبعدين اختفى على طول. الو دكتور صلاح، دكتور صلاح اوقف في منطقه فيها نت عشان انا يعني الشريان سريع. ايوه اوقف في منطقه فيها نت. طبعا قبل ما النت يضبط عنده نشوف في احد عنده سؤال ثاني قبل ما يكمل. دكتور في حد عنده سؤال ثاني يا جماعة؟ في حد عنده سؤال تاني قبل ما يكمل الدكتور؟ أبو بكر. أيوة إيش سؤالك؟
دون يعني قصيدة أو موجب تمام؟ نقول إنها معطية أو نعم، هل يمنع من المريض الصوت ضعيف، بحس الصوت، الصوت أبو بكر الصوت نعم نعم أو كله من مريض إيه وبيه هو البلد أو بابس أو بيسي. أبو بكر اكتب السؤال، اكتب السؤال على الشات هنا عشان الدكتور، اكتب السؤال أحسن، اكتب السؤال تمام. جماعة في حد عنده سؤال آخر؟ أبو الوليد غيره في حد عنده سؤال قبل ما نكمل؟ الدكتور يعطيك العافية دكتور أحمد. الله يعافيك أبو دكتور أحمد، بس موضوع الأوتو أميون هيموليتيك، هو إحنا قلنا وورم وكولد تمام؟ الوورم صحيح. تمام، الحين الكولد اللي هو اي جي ام تمام، بس كيف بالضبط؟ انا مش فاهمه والله يا دكتور احمد. الاوتو اميون خاص، اما اللو انتي بودي هذا انا فاهمه. إيه ان شاء الله بنشرحه، حاضر ان شاء الله تقلقي الشيء، بس احنا خلينا نخلص من اللي احنا فيه هذا. بس انا يعني بدي اياك تفهم بس انه الدايركوم سيست هو مميز للاوتو اميون، هو ما تدخلش حياتك في المتاهات. يعني في الاوتو اميون ديسيز هو بيعطي بشكل عام بيعطي بوزيتيف، خلاص هو متخصص، هو متخصص لامين للاوتو اميون. يعني في لو الدايركت، دايركت لانه متجلس على الخليه وجاهز يعني، وبالتالي ايوه بيطلع بوزيتيف. لكن هل ممكن يطلع في لو كان قال له انتبادي؟ انا حكيت لك، قلت لك ممكن في حاله اقل من 3 شهور ما ياخذ دم، حكيت لك اياها صحيح. اما اكثر من 3 شهور بيطلع نيجاتيف الدايركت، خلاص وضحت؟ تمام، اكثر من 3 شهور لانه بكون الدم متغير بتهيالي عندي. لا بتكون بالضبط، الدم تبع المريض رجع زي ما هو، وقال له انت وقال له انت بدي انفك عن الخليه وضله في السيرم، وضحت؟ تمام يا دكتور احمد. منطقيا يا ابو الوليد، منطقيا انا قاعد بحكي 3 شهور، انت عارف معناته 3 شهور؟ عمر الارض بيصير 3 شهور، صح ولا لا؟ صحيح 120 يوم. تتكسر وبطلع، والانتي بدل على الخليه بضله في السيرم، منطقيا هذه تمام. هو بضله في السيرم، بتفقش في خليه تاني ولا خلاص؟ وبالتالي بضله ايش؟ بضله، ما هو كان تاعت الدونر، هي تاعت الدونر، الدونر خلاص ما خدش دم، وبالتالي حيضله في البلازما، وبالتالي حيطلع الدايركت كونسيست نيجاتيف بعد 3 شهور، وضحت ولا لا؟ تمام يا دكتور احمد تمام. بس يا دكتور احمد الحين في نقطه بس الاخيره، هذه الدوسيج. ها دكتور احمد، معك الدوسيج. الحين يا دكتور احمد هو فرضا هيتيرو دايل تمام، اللي هو سي كابيتال سي سمول تمام. تمام يا دكتور احمد، معك. يكون عندك دار انتي الحين احنا بنحكي، بنقول مثلا الحين المريض، مريض او الدونر عنده سي كابيتال وعنده سي سمول تمام، هذه موجودات انتيجينات موجوده على الار بي سيز للدونر تمام. انا المريض عنده مثلا اللي بدك اياه، يا انت سي سمول يا انت سي كابيتال، واحد منهم انت سي كابيتال مثلا تمام. طب انا بس اسمع شويه، الحين عندك هتيرو صح؟ اجينا نفعل الحين، نعمل كروس ماتشنج، وضحت؟ حيطلع بتوقع كومباتبل ولا انكومباتبل؟ حيطلع في عنده انتي، اذا عنده انتي انكومباتبل. لا ما انا قلت لك هيتيرو زايجوس. هيتيرو يعني هم يعني حيطلع كومباتبل. حيطلع كومباتبل يعني معناته دكتور احمد ما عندوش انتي في ال، لا هنا عنده هيتيروزايجوس، وبالتالي التفاعل حيكون ضعيف جدا. التفاعل ضعيف بس هو من ناحيه التفاعل، اما كانتي ممكن يكون انتي فيه. موجود الانتي بس التفاعل بيكون ضعيف، وضحت؟ تمام يا دكتور احمد تمام.
ايوه دكتور، معك دكتور. رجعت، التغطية كانت من هون بس شوية بس. البركة كلها يا دكتور. وقت الحالة لما خدموا لها في البداية الريجنريشن يطلع بعدين يختفي اي بي، وبعدين عاودوا عينة ثانية طلعت بي واختفي. شنو الحالة هذه؟ طيب من نفس المريض؟ نفس المريض ايه؟ اول شيء اي بي وبعدين صار بي، بعدين بي يختفي الاجلوتينيشن في سبيستا. طيب يمكن ماخذين العينه من فلويد، ما سالتوش عن المعلومه هذه؟ ما لا ما سالتمش يا جماعه لان القسم الثاني هو بعيد شويه، لكن حبيت اني استوضح عنها شويه. بس لما خدموا لها بالريفيرس بلاد جروب طلعت قطع الصوت. لما خدموا بالريفيرس بلاد جروب طلعت او، طلعت او. يعني معلش يعني انا بفهم منك، لما عملت ريفيرس طلع في ام تي اي وام تي بي في الريفيرس؟ ايوه. وطلع هناك بي او اي بي؟ ايوه. طيب دكتور عملت لها واشنج؟ ولا عملوا لها مرتين واشنج يا جماعه. وايش طلعت؟ لا دوها هم من الاول عاملينها واش، من الاول عملوا لها زوز واش طلعت نفس اللي نقول لك عليه. ايش طلعت؟ يعني انا الحين اي بي عملت لها واشنج، ايش طلعت؟ طلعت اي بي، قلت لك هم داروا واش قبل وبعدين خدموا. يعني معلش يعني اي بي وعملت لها واشنج طلع اي بي؟ اي بي، ولكن الاجلوتينيشن يختفي بسرعه في العينه الاولى ما يقعدش، في العينه الثانيه يطلع بي ويختفي بسرعه. الحين يا دكتور انت افهم منك، الحين عندك انت اجتنا عينه سي بي سي تمام، عملت لها فصيله طلع اي بي تمام، عملت لها واشنج برضه طلعت اي بي. اي بي ايه يعني اي بي اي بي بعد الواشنج وقبل الواشنج؟ ايوه. طيب عملت لها ريفرس جروب ايش طلع؟ انت اي وانت بي موجود؟ موجود في انت اي وانت بي، انت اي وانت بي. طيب الحين بدي افهم منك انه الفصيله، بعدين انت حكيت لي كلمه يعني مش عارف، انت حكيت لي كلمه هيك غريبه انه صارت بي بعد هيك، صح ولا لا؟ طلبوا عينة أخرى من مريض وعملوا لها ووش وخدموها، عطت في البي رياكشن شوي بيزا بيزا واختفى. طيب الحين أنت بدي بس بدي أفهم منك معلومة، الفصيلة الثانية البي كيف كان عملت لها ريفيرس؟ والله ماني متأكد منهم، لكن تقريبا كان حد يبهي العينات قاعدات، هي صارت يوم الخميس هي. انا قعدت يوم وبكره اعاودهم، انا اخدمهم ريفيرس واخدم بالوش 4 مرات. طيب الحين سؤال، الحين لما كانت بي بي عملت لها ريفيرس تاكد من هالمعلومه؟ خدموا على البي، هم ما خدموش على الاولى، خدموا على العينه الثانيه خدموا لها ريفيرس، عملوا لها ريفيرس. بس بدي افهم يعني على العينه الثانيه. معلش يعني مش معقولة أنا من مريض واحد أول إشي A B بعدين صارت B، هذا دليل على إنه من another patient، يعني كان هناك discrepancy في القصة، احتمال يكون إنه مش نفس المريض، ما فكرتوش في الموضوع؟ ذلك اليوم ما إيش عمل، ما كنتش موجود، هم جماعة خدموها وأمس هدرزوا لي لها. يعني مثلا أنا سحبت اليوم اي بي وبعدين ثاني يوم سحبت عينه جديده تطلع بي، احتمال يكون مش المريض نفسه، يعني داخلين بملف ثاني او عشان ما يدفعوش مثلا فلوس بدخلوا باسم واحد ثاني عشان مستشفى هذه تامين وما تامين، ما فكرتش في الموضوع؟ لا معلش، لا احنا بلاش، احنا اخويا بلاش ببلاش. فهمتك. طيب اتاكدتوا انه انتوا راح واحد من الفنيين راح بنفسه وسحب عينة للمريض نفسه؟ ممكن هذه تعمل لي اياها؟
باي. خلاص انا بكره حابحث على نفس المريض واسحب له ان شاء الله. اسحب له عينه، اسحب له عينه انت بنفسك تمام، واعملها وان شاء الله بنتناقش فيها الحاله ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. دكتور صلاح، دكتور صلاح الدين. نعم يا استاذ احمد. في عندكم بانل تيست عندكم في مستشفى طرابلس؟ لا لا ما عندناش بانل تيست، كان زمان في مركز طرابلس الطبي معجبه خلاص. طب في عندكم في ليبيا الكلام هذا بتعرف يعني الشغالين ذاك قدام عندهم البانل تيست؟ كان نشتغلوا في بلد بنك مستشفى طرابلس الطبي، عندنا مركز طرابلس الطبي كانوا زمان يشتغلوا فيه. الان تعرف يعني وين عندكم في ليبيا؟ الان ما فيش لا ما في حتى كوروت، ما فيش بوك الان. تمام. في الاخت مستوره ناجي عندها سؤال، تفضل يا اخت افتح المايك. السلام عليكم يا دكتور احمد. عليكم السلام ورحمه الله. في البدايه شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا جزيلا للدكتور احمد عرفات. الله يسلمك. سؤالي في البيشنت اللي هو عنده اوتوميون هيموليتيك انيميا، طبعا حيكون الكومبس تيست حيجينا يعني بوزيتيف، وحيكون البلاد انكومباتبل يعني من يونس ممكن يديرون لهم تيست وحيطلع انكومباتبل. تمام. هو سؤال يتكون من شقين. السؤال الاول هذا، البدايه ان احيانا المعمل يبعث لنا نتيجه او يكتب ان هذه ليست كومباتبل يونت، فانا بالنسبه لي انا ككلينيشن شن تعني لي كلمه ليست كومباتبل، وهل نقدر نعطيها سيفلي تو ذا بيشنت حتى ومثلا في وجود كورتيزون او الامر كيف هيك، ولا بمجرد ان هو قال انكومباتبل انا ما نقدرش نعطيها يعني مهما كان عدد اليونتس اللي هو اشتغل عليه. وضحت. تمام. دكتوره انت طبيبه في المكان ولا فنيه؟ لا انا طبيبه، انا كلينيكال هيماتولوجيست. تمام 100% دكتوره. بالنسبه لعمليه يعني كلينيشن، انا الحين بتكلم معك كلينيشن وليست يعني كفني. نعم. كلينيشن انا وجهه نظري انه مثلا انت لقيتي انه حضر كروس ماتش وطلع انكومباتبل وعمل دايركت كومبست وطلع انكومباتبل، بهذه الحاله اذا كان المريض تبعك مثلا بيتحمل، اذا كان المريض تبعك بيتحمل لانه كمان يصبر كمان يوم يعني مش سيفير مثلا، ممكن انت تعطيه كورتيزول هيدروكورتيزول وتصبر عليه لمدة 24 إلى 48 ساعة. هتلاقي إنه لو أنت قلتي له، لو قلت لهم اعملوا كروس ماتشنج كمان مرة، احتمال إنه يطلع إنكم احتمال ليس كومباتبل أو نيجاتيف كومباتبل يطلع. فهذه كويسة يعني ممكن أنت، لكن إذا كان المريض تبعك الحين خلصنا الحين أدناه كورتيزول وصبرنا عليه 48 ساعة وعملنا كروس ماتش طلع كومباتبل، فيش مشكلة أو لس. أو لس. وبعطيه الوحدة تبعته، بس أنت تطلبي منه إيش من التكنيشن الفني؟ أول شيء أنه تقولي له أنه أنا بدي وحدة دم ريسنت تكون فريش. يعني ما يجيب لكش إياها أولد أو يعني قريبة على الانتهاء. هذا الشرط، هذا البوليسي تبعت البوليسي تاعت الانكومباتبل يعني او الليس انكومباتبل، يعني تكون الوحده فريش، هذا وحده يعني تكون لها اقل من اسبوع او 10 ايام. اثنين تكون ليكو سايت ديبليتد للليكو سايت، يعني كيف عشان انت ما يصيرش عندك لبس بين الفبرايل نان هيموليتيك انيميا وبين الهيموليتيك رياكشن. اكيد وضحت لك ككلينيشن. نعم. يعني انه الوحده اللي بدك تجيب لي اياها تكون يعني عاملها فلتريشن للليكوسايت، يعني انا بديش فيها ليكوسايت. نعم. اذا اوكي، لكن في حالات الامرجنسي يعني كان وي ترانسفيوز ليست كومباتبل بلاد 100% في حالة إنه الحين أنا خلصت، يعني أنا قاعد بحكي لك إنه أنت الحيني لو في لس، يعني أنت حسيت قلت له مثلا قديش الجريد تبعك، قلت قال لك والله أنا عندي
زائد 2 او زائد 1، يعني الاجلوتينيشن الانكومباتبل يعني بين ويك ومتوسط. انا بدي مثلا خلاص انت اخذت منه المعلومه وقلت له بس بشرط بدك تعطيني الليس كومباتبل، بس تكون زي ما قلت لك الوحده فريش، نعم. 2 يكون فيش فيها ليكوسايت. نعم ماشي. وهل تفرق بالنسبه لي اني نسأل طريقه شغله كان مانوال ولا كان جل، ولا ما فيش فرق؟ هو الافضل تكون جل، لانه نعم. الجل هو اللي بحدد لي الجريد صح، يعني بيحدد لي انه في لس ولا. يعني مثلا انا مريض خطير جدا وامرجنسي وعنده مشكله في الهارت، وانا اذا ما اعطيتوش دم ممكن يعني يضيع فيها، وانا لسه نعم بدي يعني بدي وقت له، فممكن دغري مثلا اعطيه اللس كومباتبل، بس تكون الدم فريش زي ما قلت لك، وتكون نعم فيش فيها ليكوسايت، يعني اعملها فلتريشن، او تجيب في بدوك بديكو ليكو مش ليكو ستوب فلتر، اسمه ليكو ستوب فلتر، يعني نعم يمنع الليكوسايت ان تكون في موجوده في الوحده، عشان ما يصيرش عندك لبس. نعم شكرا جزيلا دكتور. العفو. العافية دكتور. عافيك يا رب. دكتور أحمد، الحين في آخر معلومة اللي هو فصيلته، لما تكون فصيلة إيه بكون عنده أنتي أي أتش وأنتي أتش وأنتي أل إي بي أتش، صحيح؟ هنا دكتور أحمد معناته إحنا مش هنقدر نعطيه فصيلة دم أو، صحيح؟ صحيح. طيب كيف بيتعامل في هيك حالة؟ عفرض اللي عنده انتي اتش او انتي بي اتش هذه او انتي ال اي هذه اللي شفت اخر شيء توي قبلها، تعطيه هذه بتحصل يا استاذ احمد مع فصيله اي، اعطيه اي لا اي، يعني فيش مشكله اي لا اي فيش مشكله، بس ما تعطيش او، يعني من الحالات النادره، حالات نادره صحيح. مش موجود يعني في غزه بتهيألي؟ لا مش موجود. لا تمام. اللي عنده سؤال يا جماعة يفتح ما في سؤال. أستاذ أحمد، في للدكتورة ممكن الآن، يمكن الدكتورة من عندنا من فلسطين ولا من خارج فلسطين؟ مين؟ الدكتورة دكتورة مستورة؟ الكلينيشن؟ لا أنا دكتورة مستورة من بنغازي يا دكتور أحمد. أهلا أهلا وسهلا يا أهلا دكتورة. في كمان في بيعملوا كمان في اوروبا بيعملوا بلازما اكستشينج للمريض كمان، يعني ممكن يعني اذا في عندكم امكانيات، لو كان واحد عنده مشاكل وعنده انكومباتبل هذا في خلف الكورتيزول بيعملوا له بلازما اكستشينج. نعم يعني صح البلازما اكستشينج ممكن يستخدموها للتي تي بي ولا للقصص هذه، لكن في ابحاث حديثه بتقول انه ممكن انا اعطيه كورتيزول، وممكن اصبر عليه شويه، وممكن اعطيه لس كومباتبل، وممكن اعمل له بلازما اكستشينج، يعني اتخلص من البلازما تبعته واعطيه بلازما بدالها. يا سوري مو في الانتي بادي. نعم وصلت الفكره يا دكتور. الله يخليك. شكرا جزيلا على حضرتك. تمام. معلش يا دكتور بعد اذنك، الاخ عثمان ليث موجود؟ يا عثمان موجود ولا لا؟ نعم السلام عليكم. اهلا وسهلا. هلا بيك اخوي عثمان. في عندكم البانل تيست عندكم في المستشفى بالداون في العراق؟ شنو هو العفو شنو البانل تيست؟ لا والله ما متوفر عندنا البانل تيست. ايوه. طب دكتور احمد، طب كيف ايش الوضع؟ شايف حتى في مصر سالت الدكتور قدام في المستشفى في الشرقيه، قال لي برضه ما عندهمش، ايش العمل في الموضوع هذا؟ هذا موجود في الضفه. كلمت والله صار لي يومين ثلاث قاعد بتصل وبكلم. في الضفه موجود. كلمت اليوم الاستاذ بهاء بحر في بنك الدم المركزي في رام الله،
ووعد وهذا بناخذ وعد اليوم ان شاء الله. يعني اذا كان يعني قديش الوقت الحين لو احنا نكمل عن البانل تيست ناخذ فكره شويه عليه يا ريت. تمام دكتور تمام تمام يبدي خلاص خلينا نكمل هاي المايكات كملناها. توكل على دكتور. فإن شاء الله نكمل وإن شاء الله يعني إذا يعني إن شاء الله النقاش يعني إن شاء الله حيكون المحاضرات السابقة كلها نقاش إن شاء الله عشان ندخل على الدونيشن وندخل على فريش فروزن بلازما متى تصرف والكريو وإن شاء الله يعني يكون الأمور والمسف ترانسفيوجن أنا كيف أتعامل في قصة المسف ترانسفيوجن إن شاء الله يكون فيها شق لتلوى الأطباء يعني برضو هذا مهم جدا إن شاء الله. فاليوم دكتور بربا ان شاء الله الاسبوع هذا لانه ما فيش عندنا محاضرات خالص فحيكون كل يوم في الاسبوع هذا عندك. بكره الكهرباء مقطوعه بعد العشرة بعد بكره خلاص يا سيدي خليها السبعة بكره الساعه 7 عند ابراهيم. مش مشكله بكره نقاش ما هو صح اللي بدك اياه تحت امرك. ان شاء الله الله يخليك يا رب. تمام يا جماعه فالحين احنا عندنا هاي بيقول لي بيشنت انا حضرت له طبعا عملنا له السكرينينج تيست او الاندايركتوم تيست وطلع نيجاتيف وحضرنا له 4 وحدات دم وطلع واحده من ال4 وحدات طلعت ايش انكومباتبل. ايش الاسباب هذه؟ ممكن تكون الاسباب انه تكون هذه الوحده تحت الدونر عليها الانتيبادي. يعني انا حكيت لك قلت لك انه ممكن الدايركتوم تيست لواحد هيلثي. يعني انا مثلا اجيت اتبرع بالدم فجأة وانا بحضر الوحدة الدم تبعتي لفصيلة مثلا انا او مثلا حضروا لي اياها لواحد فصيلته A طلع incompatible حضروها لB طلع incompatible. ممكن انا هيلثي يكون عندي الدايركومستس بوستف. انا حكيت لك اياها وهذه تقريبا 1% من العالم ممكن تصير. انا بقول لك صارت عندنا حاله بغزه حضروا لها في الشفا طلع انكومباتبل حضروا لها في شمال اقصى انكومباتبل في الاوروبي انكومباتبل وصلت عندي طلعت انكومباتبل دورنا على السبب طلعت الدايركومستس طلع عنده بوستف وهو هيلثي ودمه 14 عادي ويتمتع بصحه جيده فيش مشاكل. فهذه ممكن يعني تعمل لي اعاقه ومشاكل وهي لواحد هيلثي ويعمل لي انكومباتبل. كذلك زي ما حكيت لك انا ممكن يكون الانتيبادي انه في عنده انتيجين الانتيبادي عند المريض. يعني كيف مثلا المريض عنده انتي اكس جي مثلا تمام وهذا الاكس جي مثلا نادر جدا الانتيجين اجى مع الدونر هذا فممكن يطلع هذه الوحده اللي طلعت يعني نادره فيها انتيجين وبالتالي طلع انكومباتبل. فاليوم ان شاء الله نتكلم على البانل تيست. ايش البانل تيست؟ يعني احنا لما يطلع معايا الاندايركت كونس تيست بوزيتيف طيب الحين انتي بودي طلع ما دام الانتي بودي طلع عندي مجهول الهويه عن طريق الاندايركت طلع بوزيتيف انا بديش مجهول الهويه انا بدي اسمه. مين اللي بحدد لي اسمه؟ البانل تيست. ايش الفرق بين البانل والاندايركت كومس تيست؟ الاندايركت كومس تيست هو عبارة عن 3 خلايا انا استخدمت 3 خلايا من فصيلة او بوزيتيف او نيجاتيف. لكن في البانل تيست انا استخدمت 11 خلية أنا استخدمت 11 خلية هاي 11 خلية هاي من 1 ل 11 خلية. إذن الفرق من ناحية العدد 11 و3. طيب نيجي نفكر مع بعض معقول العلماء إنه حطوا هذا 11 و3 هب هزر؟ هل هي كانت العملية راندملي ولا هناك تفكير عميق للوصول إلى الهدف؟ هو الحين أنا لما أجي أحكي لك أقول لك أنا بدي أدور على أنتيبادي في 3 خلايا ولا أنتيبادي
في 11 خلية من ناحية حسابات، من ناحية probability، يعني من ناحية احتماليات، ناخذ احتمال في الإحصاء. أنا أكشف الأنتي بودي ب 11 خلية، في ال 11 خلية ولا في 3، حلاقي إنه أنا بقدر أكشف الأنتي بودي في 11 أفضل ما أكشفه في 3. ليش؟ لأنه ممكن في 3 نلاقي إنه التفاعل تبعه يكون هو موجود ولكن التفاعل تبعه ضعيف ونيجاتيف، وبالتالي الذي يوضح 11 خلية. يعني عملية التشانس بتقل مع عدد الخلايا. يعني مثلا بالصدفة، الصدفة التشانس، الصدفة في 3 خلايا ولا الصدفة في 11 خلية؟ لا والله الصدفة بتزيد أكثر في 3 خلايا وتقل كلما زاد عدد الخلايا، وبالتالي 11 خلية أفضل في عملية الايدنتيفيكيشن للأنتيبادي. عشان هيك العلماء اتجهوا للبانل تيست، إنه لما يطلع معاك اندايركت كومز تيست بوزيتيف اعمل بانل تيست وحدد لي الأنتيبادي. هل هذا بهم الطبيب؟ بهم الطبيب، لأن الطبيب ممكن مثلا كتب لك الاندايركت بوزيتيف. ايش بدي يستفيد الطبيب لما انت تكتب له الاندايركت بوزيتيف؟ مش هيستفيد حاجة، هيقول لك لا بدي بانل تيست. البانل تيست بيقول لك ايش؟ والله في عنده انتي مثلا ضفي او انتي اف واي. الدكتور اول ما يسمع انتي اف واي اي مثلا اف واي اي وانتي اف او انتي اف واي بي، قال لك كتب له انت بانل تيست انتي اف واي اي، ايش دكتور ايش هيعمل؟ هيروح يعمل ورقة صغيرة تمام ويعطيها للمريض ولأهل المريض لريليتيفز، وبالتالي حيعطي الأهل يقولهم هذا دير بالكم في عنده هذه الأنتي بادي. لما انت بدك تروح على مستشفى، اي مستشفى بدك تروح عليها بدك توريهم البطاقة هذه، اعمل له بطاقة، الكلينيشن بيعمل له بطاقة وبكتب عليها انتي اف واي اي بوزيتيف. اول مثلا راح لاحمد طبش بيشتغل في المستشفى وداله اياها، اول ما يشوف احمد طبش هيقول لك معناته هذه انا حصرف وحدة فيش فيها اف واي اي، حرام هذه ممنوع. طيب راح لعثمان، لو ما عملش اظهار للبطاقة لعثمان، طبعا له فترة طويلة ما خدش دم. خلينا نفرض انه هو انترميديت ثلاسيميا، خلينا نفرض، يعني انا ما قلت لكش ميجر، انترميديت يعني ممكن يضلوا شهر شهرين ثلاثة ما ياخدش، لكن تاع الميجر ثلاسيميا هياخد كل اسبوعين دم، وبالتالي يعني مش هتكون اوضح. انا بدي اقول لك اياها لما يكون انترميديت ثلاسيميا هياخد، هيجي بعد شهرين مثلا او ثلاثة ياخد دم. لو ما ابرزش البطاقة هذه لعثمان، تركيز الانتي بادي اللي كان عنده الانتي اف واي حيقل، وبالتالي انا عملت له كروس ماتشنج حيطلع عثمان حيطلعه نيجاتيف، وبالتالي حينقل له وحدة دم حيصير رياكشن، وبالتالي المريض دخل في ايش؟ في مشاكل لا يعلمها الا الله. اذا بدي استنتج هذا الامر انه لما الدكتور لازم الدكتور يقول البانل تيست يا مختبر اعمل البانل تيست ويحدد لك الهوية تاعت الانتي بادي وتعطيها للمريض، وخلي كمان المختبر يعمل دوكيومنتيشن إلها.
هذه مهمه جدا، لازم يكون الايش الكلينيشن او الفيزيشن ايش يهتم بهذا الامر. بدي اوريك شغله انه الار تي اف واي اي، لو كان عندنا اف واي اي واي فاي بي هذول موجودات مع بعض على كرات الدم الحمراء، او اسف يكون واحد منهم موجود، اي واحد موجود، الانتي اف واي اي حيتفاعل قوي، حيكون التفاعل هنا قوي. لو هنا انتي اف واي بي حيكون التفاعل قوي، لكن لو كانت كرات الدم الحمراء عليها اف واي اي واف واي بي التفاعل حيكون ايش؟ حيكون ضعيف جدا. هل هذا بهمني في البانل؟ بهمني في البانل. حنديك سؤال في البانل حنتطرق له ونرجع ايش بهمني في القصة، بس بدي اياك تفهم في البانل حاجة. البانل تيست بدي اياك تفهم انه في عندي حاجتين، اوتو كنترول يا اما بطلع بوزيتيف يا بطلع نيجاتيف. يعني في البانل تيست انت بتحط اوتو كنترول، وقلنا اوتو كنترول ما معنى اوتو كنترول؟ انه انا بستخدم سيلز المريض مع سيرم المريض او بلازما المريض وبحطهم على بعض. لكن في الدايركت كومز تيست انا كنت بستخدم بس الار دي سي تبعت المريض. هاي الفرق بين الاوتو كنترول والدات. وانا بسالها في المقابله بقول له كيف بتعمل دايركت كومز تيست وكيف بتعمل اوتو كنترول، عشان هذه في صميم الشغل اعرف انه بفهم عملي ولا لا. احيان بسبوا علي، ماشي سب اللي بدك اياه، بس هذه امانه عند الواحد ان اعرفك انت بتشتغل عملي ولا لا. وبالتالي انا قاعد بحكي لك ما معنى اوتو كنترول، انه انا بجيب سيلز المريض وبضيف عليها البلازما تبعته، هذه الاوتو كنترول. الدايركت كومسيست انا بستخدم بس الار بي سي تبعت المريض، الار بي سي تبعت المريض وليست البلازما. يعني اقول لك سنترها يا اخي وخد الباكد الار بي سي تبعت هذه واعملها سسبنشن واعمل دايركت كومسيست. طيب اذا كان نيجاتيف الاوتو كنترول انا جريته مع البانل، اذا كان نيجاتيف ايش احتماليه اذا كان نيجاتيف انه يكون عندي انه في عندي الو انتيبادي، الو انتيبادي. قال له انتيبادي احتمال يكون عندي، ممكن يكون واحد او اكثر، يكون عندي واحد او اكثر. بديك معلومه، انا لما بعمل البانل اذا لقيت الجريد انا على الجل انا قاعد بحكي، يعني لقيت مثلا زائد 4 زائد كله زائد 4 ونيجاتيف وزائد 4 ونيجاتيف، اذا انا كله عندي زائد 4 ونيجاتيف، اعرف انه عندك احتمال سنجل انتيبادي. انا بديك معلومه للبانل عشان تعرف تحل السؤال، مش تقول لي والله استاذ احمد جاي عقدنا. لا، اذا لقيت عندك مثلا زائد 3 وهذا زائد 3 والباقي عندك نيجاتيف، معناته انه عندك هنا بنقول يونيفيرم باترن. الباترن هذا العمود كله يونيفيرم منتظم، يعني بنفس الجريد، وبالتالي هذا سنجل انتيبادي. طيب اذا لقيت يا استاذ احمد مثلا زائد 4 وزائد 3 وزائد 2 وزائد 1 او زائد 4 وزائد 2 زي هيك، احتمال ركز معايا، احتمال مالتيبل انتيبادي، يعني يكون اكثر من انتيبادي. طيب الاحتمال الثاني،
احتمال الثاني الدوز افكت. انت ملاحظ علي انا قاعد بدخل لك دائما الدوز افكت في القصه، لان الدوز افكت انا قلت لك ممكن تعمل ويك او نيجاتيف، وبالتالي كلمه ويك يعني حيطلع معها زائد واحد زائد اثنين زي هيك. اذا زائد، لو كان عندي زائد اربعه وزائد واحد معناته ايش؟ احتمال يكون دوز افكت وسنجل انتي بودي. ها خليك ركز معايا، سنجل انتي بودي وذ دوز افكت او مالتيبل انتي بودي. هذه معلومات مهمه جدا اني انا افهمها في البانل عشان احل السؤال. مش معقوله انا ادخل عندي واحد ادخله، ليش بدخلوه صف اول؟ اول شيء لانه احنا بنعلمه الاحرف وبنعلمه شويه هي واحد اثنين ثلاثه اربعه عشان بكره لما اديه سؤال في الرياضيات يعرف يجاوب. وبالتالي البانل هيك، انا قاعد بقول لك عن البتر اذا كان يونيفيرم سنجل انتي بودي. اذا لقيته مرة أربعة variable، مرة لقيته أربعة، مرة لقيته ثلاثة، احتمال يكون single with dose effect أو ممكن يكون multiple antibody. فهذه لازم تكون أنت فاهمها. طيب خلينا ناخد سؤال، ركزوا معايا. طبعا السؤال هذا شوي بيغلب. هاي مثلا، خلينا نرفع الصورة هذه هيك. هاي عندي مثلا هاي الـ إيش عاملين الـ 11 خلية بانل تيست، تمام؟ هي عامل 11 خلية، ايش طالع؟ بوزيتيف 4، بوزيتيف 4، بوزيتيف 4. شايف خلف الأربعة أنت مثلا؟ لا. إذا احتمالية إنه هذا سنجل أنتي بودي، احتمالية سنجل أنتي بودي. طيب هل الاحتمالية يعني احتمال 100%؟ قلت لك انا في بنك الدم فيش حاجه 100%، لكن 99% انه يكون عندي، 99% يكون عندي سنجل انتي بودي. طيب الشغله اللي انا بدي اياها، بدي اياك تركز معايا في هذا الجدول كيف بدنا نطلع الانتي بودي من لعبة الشدة هذه. يعني زي عندك، زي انت قاعد بتلعب، يعني بتلعب حاجات انه من خلال الجدول هذا اطلع ايش؟ اطلع الانتيبودي. هاي طلع النتيجة، السلز الاولى طلعت بوزيتيف، السلز الثانية طلعت بوزيتيف، السلز الثالثة طلعت بوزيتيف، السلز الرابعة بوزيتيف، السلز الخامسة نيجاتيف، السلس كله نيجاتيف نيجاتيف، والسلس ال 11 طلع ايش؟ بوزيتيف. طب كيف طلع الانتي بودي منها؟ اول اشي بطلع لحاجه اسمها الاي سي، هاي هذه اوتو كنترول. الاوتو كنترول ايش طالع؟ زيرو. ايش معنى زيرو؟ يعني نيجاتيف. اذا لما اشوف زيرو هنا يعني ايش؟ نيجاتيف. هنا الاوتو كنترول نيجاتيف، ماذا يعني إلي؟ يعني إلي هنا الأوتو كنترول نيجاتيف أنه يوجد ألو أنتي بودي مش أوتو أميون. هذه لازم تعرفها. إذا الأوتو كنترول نيجاتيف يعني ألو أنتي بودي. طيب الحين أنا بدي أشتغل وتركز معايا. اول شيء انا بدي ابدا بالنيجاتيف، اذا انا بدي احل السؤال بدي ابدا بايش؟ بالنيجاتيف. يعني باي باي رقم؟ رقم خمسة. هاي رقم خمسة، برقم خمسة عشان ما تتلخبطش معايا. إذا بديت بالنيجاتيف أول إشي، هاي إذا السؤال تبعي إنه أول إشي بدي أبدأ بالنيجاتيف. طيب طب ليش أستاذ أحمد بدك تبدأ في النيجاتيف؟ ليش ما بديت بالبوزيتيف؟ أول شيء أنا بدي أبدأ بالنيجاتيف. ما معنى نيجاتيف؟ معنى نيجاتيف لا يوجد أنتي بودي عند المريض هذا،
صح ولا لا؟ لا يوجد انتباضي. اذا كل انتجن هنا طلع ايش هنا؟ انتباضي طلع له ايش هنا؟ اذا الانتجن هذا ملوش لازمه. اعيد تاني، انا عارف شويه صعبه لكن بس بشويش بهدوء. ليش انا بديت بالنيجاتيف؟ ما معنى نيجاتيف هنا؟ انه لا يوجد انتباضي، لا يوجد انتباضي لمين؟ للانتجنات اللي موجوده هنا. يعني نيجي نمسك واحدة السي كابيتال، هاي انتجن موجود هنا، هاي انتجن، هل له انتباضي هنا؟ لا ملش انتباضي. اذا بقدر امحيه. اذا لقيت النيجاتيف هنا بدي امحي البوزيتيف هنا. طيب لكن السي كابيتال، انا حكيت لكم السي كابيتال ممنوع منعا ذاتا اقول عنها بوزيتيف الا طلع السي سمول تبعتها. السي سمول هيها ايش طالع معها؟ طالع بوزيتيف. اذا الاثنين بوزيتيف، الاثنين بوزيتيف، وطلع الانتي نيجاتيف، بقدر امحيهن؟ لا يا حبيبي بقدرش امحيهن، لانه احتماليه انا قلت لك هنا هيتيروزايجوس ممكن يكون في عندهم انتيبادي بس طلع نيجاتيف، لانه لا يتفاعل بشكل كبير مع الايش الهيتيروزايجوس، وبالتالي انا ما بقدرش الغيها. اذا بقدرش الغيها. نيجي للاي، الاي اسف، نيجي للبوزيتيف. هي انا مشينا مع البوزيتيف، هاي سي سمول بوزيتيف قلنا لا لانه سي كابيتال عندها بوزيتيف ممنوع. نيجي للاي، هاي الاي طلع بوزيتيف. نيجي لمين؟ الاي الها اختها اي كابيتال، نطلع للاي كابيتال، هاي الاي كابيتال ايش طالع؟ زيرو. معناته الاي لحاله سمول هو الموجود، الاي سمول موجود. بالله عليك لو الاي سمول هنا موجود الانتي تب، لو كان له انتي بادي مش بظهر بوزيتيف؟ بظهر بوزيتيف بس هنا طلع نيجاتيف. اذا الانتي اي مستحيل يكون موجود، اذا لازم الغي هذه. هاي لغيتها. نيجي لمين؟ نمشي مع ايش بشكل افقي. هاي عندك كي سمول، هاي ظاهر طالع بوزيتيف. طيب ايش طلع عنده هنا الانتيبادي؟ هاي هذا انتيجن، ايش طلع الانتيبادي؟ نيجاتيف. اذا الكي هذا انا بدي الغيك لانه ما في لك انتيبادي، هاي لغيته. نمشي شوية، هاي اف واي بي، اف واي بي اول اشي الاف واي بي بطلع، هاي الاف واي بي هاي بوزيتيف لكن طلع الانتي بادي يفشله، اذا بقدر الغيه بس لازم الاف واي بي اطلع الاف واي اي، اذا بوزيتيف بقدرش الغيه. هنا ايش طلع؟ نيجاتيف. اذا التفاعل في يعني لو في انتي بادي له بظهر بوزيتيف لكن ما فيش فش له انتي بادي بلغيه، هاي اللي لغيته. طيب نيجي لمين؟ للكد. هاي جي كي اي وجي كي بي، هاي جي كي اي طالع بوزيتيف وجي كي اي بي جي كي بي بي جي كي بي طلع نيجاتيف. اذا لو له انتيبادي كان ظهر لانه هم زايجوس، اذا بقدر الغي، هاي لغيت. نيجي نمشي، هاي الام، الام والان اخوات انتيجينات. لو في مشكله كان ظهر انتي ام له لكن طلع الانتيبادي نيجاتيف، لكن بطلع للان، الان هنا مش موجود، اذا ما فيش عندي حاجه اسمها تيروزايجوس يطلع لي النتيجه تفاعل نيجاتيف، اذا هذا بلغي الان بسهوله، فيش مشاكل.
طيب نكمل، نيجي للاس، اس كابيتال واس سمول. الاس كابيتال اخوات، هاي واحد منهم بوزيتيف ولكن فشلوا انتبادي بلغي على طول، لما كل واحد منهم خلاص وطلع الانتبادي تبع نيجاتيف بلغي ماشي. هاي لويس اي ولويس بي اخوات، لكن واحد منهم بوزيتيف ولكن فشلوا انتبادي، هاي فشلوا انتبادي، اذا يا لويس انا حلغيك يا لويس بي، هاي لغيتك. نيجي للبي، البي ما فيش له اخو وحيد، اذا هنا ما فيش له انتباضي، اذا بلغيه على طول. نيجي للبوزيتيف، هنا لويس، هنا لوتران بي، لوتران اي ايش طالع نيجاتيف، ولوتران اصلا لوتران اي اصلا فيش فيه دوز افكت، لو واحد منهم مش مشكله، اذا هنا هيني لغيته فيش الك انتباضي. شوف هينا لغينا، ضل مين؟ ضل شويه، نيجي لمين؟ وين كمان زيرو؟ هاي زيرو رقم سته، هاي رقم سته، هاي رقم سته نمشي فيه. نيجي على البوزيتيف، البوزيتيف يعني فيش له انتباضي، هاي فيش له انتباضي، هاي فيش له انتباضي، هاي. طيب عندك الاي كابيتال، هاي الاي كابيتال، نطلع للاي سمول قلنا هاي برضو في بوزيتيف بنفعش بقدرش اشطبها. نيجي لمين؟ للسي سمول، هاي سي سمول، نطلع للسي كابيتال، هاي سي كابيتال طلع نيجاتيف هنا، اذا السي سمول ما فيش لها انتباضي، بدي اطيرها. نكمل، ها هذا المشطب انا بطلعش عليه لانه مشطب، عشان هيك هذا البوستف هذا بطلعش عليه. هاي جي، هاي جي كي بي، جي كي بي، هاي جي كي بي طالع بوزيتيف، بطلع له في جنب الجي كي اي نيجاتيف، اذا هذا بقدر اشطبه لانه طالع ايش؟ فيش انتباضي. بمشي، هذا مشطب عشان هيك بطلعش عليها، هذا مشطب بطلعش عليها، بطلع على ايش؟ هاي الاس سمول، شايفين هاي الاس سمول، الاس سمول او اسف الاس، الاس سمول هيها، هايها بوزيتيف واسس واس كابيتال ايش نيجاتيف، ما فيش لها انتباضي بلغيها. بمشي على البوزيتيف تمام، فيش. الحين باجي لمين؟ لرقم سبعة، هاي رقم سبعة عشان ما تلخبطش طبعا، هاي هذا بوزيتيف مشطب، هذا مشطب، هذا مشطب، هذا مشطب، هذا مش، هذا مش مشطب بس ما فيش له انتي، فيش له انتيجن. باجي على البوزيتيف انا دائما، ها باجي هنا، ها هاي هاي هنا بطلع هنا اف واي اي، اف واي اي بوزيتيف بس الاف واي بي هنا زيرو نيجاتيف، ما فيش له انتيبادي بلغيه، هاي لغيت. بمشي بمشي، ها بمشي لانه مشطب. الان شايفين الان، الان والان موجودات بقدرش اشطبهم رغم انهم بوزيتيف الانتيجينات، لكن بقدرش اشطبهم لانه الاثنين الان والان موجودات بوزيتيف، بقدرش اشطبهم. عيني بمشي بمشي بمشي، هذا مشطب، هذا مشطب، مشطب. نيجي لمين؟ رقم 8. اذا كله انا ببدا في ايش؟ ببدا في ايش؟ ببدا في النيجاتيف لانه فيش له انتي بادي، بشطب الانتيجينات. طيب هذا مشطب وهذا مشطب، شايفين الكل كابيتال، هاي مش مشطب بس الكل كابيتال هنا
الكل انا قلت لكم فيش في دوز افكت صح ولا لا؟ انا حكيت لكم كل حاجه فيها ال فيش فيها دوز افكت، رغم انه هذا بوزيتيف كمان الكل سمول، لكن انا بشطب هذا بشطبه لانه كل حاجه فيها ال ما فيش فيها دوز افكت، فشطبت الكل. هيني بامشي بامشي تمام، هيني بامشي وبرضه ايش فيش حاجه كله مشطب. ضل علينا ايش؟ هينا ماشيين لسه النيجاتيف رقم 9، هاي رقم 9 عشان ما تلخبطش انا بعمل هيك. تمام، رقم 9 هذا مشطب وهنا مشطب. تمام، نيجي نمشي ها. طيب شايفين هنا هاي الان الان بوزيتيف والام نيجاتيف، اذا بقدر اشطبها. هاي شطبت، هاي نمشي. اللوتران، اللوتران اي او او اسف لويس اي، هاي لويس اي بطلعش لانه اصلا لويس اي بوزيتيف، بطلعش على لويس بي مش مشكله. ليش؟ لانه فيش دوز افكت حرف اللام، فهينا بشطبها هاي انتجن وفشل وانتباضي بشطبه. يعني انا قاعد يا جماعه بعمل اكسكلوجن للانتيبادي، انا قاعد بعمل اكسكلوجن للانتيبادي. ها هاي لوتران اي هاي طلع بوزيتيف ولكن فشلوا انتيبادي، اذا هنا ايش لقيت؟ اذا هنا من خلال النيجاتيف النتائج اللي طلعت معايا نيجاتيف، انا بعمل اكسكلوجن لمين؟ بعمل اكسكلوجن للانتيبادي. رقم 10 طالع نيجاتيف برضه، هاي بدي اطلع عليها على السريع. كله مشطب هنا ما عدا الدي والسي والاي. طيب هاي الدي والسي والاي مش طلعت بوزيتيف، مش طلعت بوزيتيف عشان الغيهم، اذا هذول طلعن عندي. طلع عندي الدي والسي والاي، اذا طلع ثلاثة انتيبادي عندي. طيب انت يا استاذ احمد قلت لنا اذا كان يونيفيرم باترن بطلع واحد، كيف طلع ثلاثة؟ عشان هيك البانل صراحة اللي بدي اشتغله بدي يكون يعني سمارت، سمارت زيادة عن اللزوم. فانا طلع عندي ثلاثة انتيبادي هاي الدي والسي والاي. طيب كيف يا انت بتناقض كلامك؟ لا ما بناقضش كلامي، انا قاعد بحكي لك اول شيء انا عملته انه انا بديت بالنيجاتيف، بديت بالنيجاتيف الانتيبادي النيجاتيف هذا ولغيت الانتيجينات البوزيتيف هنا، فطلع عندي هذه الحاجات. فانا ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل فحوصات ثانيه. ايش الفحوصات الثانيه اللي بدي اعملها؟ حاجه اسمها تشيك بروبابيليتي. كيف يعني؟ بدنا نفحص الاحتماليه. لو انا اجيتك وقلت لك هنا ايش طالع؟ بوزيتيف 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 بوزيتيف، ايش القانون بيقول لي في الاحتمال؟ هل في بنك الدم في احتمالات؟ في البانل في احتمالات. شو الاحتمال بيقول؟ اذا لقيت، اسمع معايا، اذا لقيت اتليست
two antibody positive at least two antibody negative انه فرصة انه يتكون antibody انه مش تشانس. كيف يعني؟ والله انت بتعمل معنا زي الفزورة. لا الحين بقول لك هاي مثلا الدي طلع لي منها اثنين او ثلاثة بوزيتيف، اقل ايش اثنين. في علماء بيقولوا حتلاقيها يعني اكيد يعني العلماء في بنك الدم لو واحد قرالي 3 رولز في بنك في البانل تيست بيعتبروها اثنين او ثلاثة، بس انا بدي اعتبرها اثنين. هاي هنا بوزيتيف، ايش طلع هنا؟ بوزيتيف. هنا بوزيتيف الدي، ايش طلع هنا؟ بوزيتيف. هاي تنتين طلعت بوزيتيف، انا نيجي على النيجاتيف، هاي نيجاتيف، ايش طلع هنا؟ نيجاتيف. هنا نيجاتيف، هنا ايش طلع؟ نيجاتيف. اذا طلعت انا اثنين بوزيتيف واثنين نيجاتيف، اذا احتماليه تكوين انتي دي مش محطوط بطريق الصدفه، هذا احتمال يكون موجود. هاي شوف الاحتمالات ايش بقول لك انا، احتمال يكون موجود انتي دي. طب تيجي على السي، السي هاي طالع، هاي هنا بوزيتيف، هنا طلع بوزيتيف، طيب هاي بوزيتيف كمان وطلع هنا بوزيتيف، طب طلع النيجاتيف، هاي نيجاتيف للسي وهاي طلع، لا هاي نيجاتيف وهاي طلع نيجاتيف هنا وهاي نيجاتيف وهاي طلع. احتمالية وجود السي احتمال، ممكن احتمال يكون موجود. طب نيجي على الاي، الاي اكم بوزيتيف؟ هاي بوزيتيف، هاي طلع بوزيتيف هنا، طب طلع بوزيتيف هنا، هاي طلع هاي واحد، احتمال واحد. طيب هاي الاي وين احتمال؟ اي 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 هاي اي طلع، ايش طلع هنا عقبالك؟ طلع نيجاتيف، اذا مش ضابط. كمان بدنا واحدة، اذا احتمالية وجود الاي يكون هنا بالصدفة، احتمالية وجود الاي بالصدفة. اذا ضل مين عندي اني افكر فيه؟ افكر في الدي والسي. شفت كيف؟ اذا عن طريق الاحتمالات، شغل مخك معايا، عن طريق الاحتمالات انا ضل عندي افكر في الدي والسي مين فيهم. فبروح نعمل ايش الحين؟ خلصت من قصة الاحتمالات، لكن بدي اكمل اجراء تاني لانه اكيد في واحد منهم، لانه هنا الباترن بيقول لي انه في واحد مش اثنين. بروح اعمل فينوتايب. عشان هيك يا جماعة العملي ما تقولش انه مثلا والله استاذ احمد كيف عارف هذا كله، انا اشتغلت عملي يا جماعة، ما تطلعوا الي، انا فاهم الشيء عملي، انا قاعد بحكي وكأني بشتغل. انا اشتغلته في 2000 يعني من 23 سنة، يعني انا عارف ايش بحكي. لما يعني يمكن صعب عليكم شوية، لكن الذي يمارس العملي بتلاقيه الامر له سهل. هنا بعمل فينوتايبنج، هيها تحت فينوتايبنج. كيف فينوتايبنج يعني؟ ما معنى فينوتايبنج؟ اذا خلصنا في البانل تيست حاجة اسمها probability، نستخدم حاجة فينوتايب. فينوتايب يعني انا بيكون عندي في المعمل انتي سي وانتي دي وانتي اي وانتي كي وانتي اف واي، هذا بيكون عندي موجود في المعمل، بيكون موجود عندي انتي. وبروح اجيب سيلز المريض وبحط عليهن ايش؟ بدي اشوف بين هذا، بدي اقارن بين هذه وهذه. فهو الحين هذا عامل، هيو حط الانتي دي على الدي هذه، ايش طلع؟ طلع نيجاتيف. ايش معناته هذا الكلام؟ انه يعني معناته مش مبين الماوس انت بتحركه الشباب هنا مش مبين؟ هنا مش مبين؟
والله ما انا شايف الماوس، شايفينه يا جماعه انتم؟ حركوا يمين ويسار يا دكتور رشيد. هيك جماعه انتم شايفين الماوس الدكتور بيحرك؟ خلاص بقولك شايفين خلاص تمام. الفينوتايب انا جبت انتي دي مثلا وحطيت على السيلز تبعت المريض هذا، الحين الانتي دي موجود عندي في المعمل، حطيت على بيشنت المريض، السيلز تبعت المريض طلعت نيجاتيف. ايش معناته هذا؟ معناته انه ما في عنده ايش، ما في عنده انتيجين له، تمام. فيش انتيجين، ما فيش انتيجين، يعني احتمالية انه موجود عنده انتي دي، صح ولا لا؟ صح. اذا احتمال يكون عنده انتي دي، ما دام انا جبت انتي دي ورحت حطيت له على السلس تبعته وما بدليش تفاعل، يعني معناته احتمال فيش عنده انتيجين، يعني احتمال يكون موجود عنده ايش، انتي بادي. طيب رحت انا جبت انتي سي وحطيتها على مين، على السلس تبعت المريض، طلعت بوزيتيف، يعني احتمالية وجود الانتي سي مستحيلة، يعني في عنده انتيجين. معقول الانتيجين والانتي بادي بتلاقوا في بنك الدم؟ يعني واحد عنده سي عنده انتي سي، مستحيل هذا الكلام، لان دشتنا الرول في المحاضرة الاولى، مستحيل يكون واحد عنده انتيجين والانتي بادي يكون موجود عنده في نفس الوقت. اذا عن طريق الفينوتايب انا قدرت اميز مين القائد، وبالتالي هذا الدي مش موجود، الاي اسف السي مش موجود، وبالتالي انا تخلصت من مين. اذا مين عندي هنا الموجود؟ انتي دي. بروح اكتب للدكتور انه موجود عند المريض هذا انتي دي، بروح اكتب للدكتور زي هيك بقول عنده انتي دي. وضحت ولا صعبه؟ استاذ احمد، الو استاذ احمد، ايوه صعب، صعبه هذه المساله ولا والله هو يعني اللي قاعدين بكتب في الشات انه ما فهمناش حاجه بصراحه. هي مش قصدهم انه شرحك مش مفهوم، لا قصدهم انه صعب عليهم، صعبه. ايش يا جماعه كيف؟ حتى في الاخت هاي، الاخ طارق نعمان بيقول والله صعبه كثير، والاخ ابو وليد بيقول صعبه كثير جدا. في الاخت كمان ايمان غاصب خليل ابو شرق بتقول احنا في الجامعه اخذناها بشكل اسرع من هيك، من هيك حال. اذا بزبط اسال الدكتور عن طريقتنا اذا كانت صحيحه او لا بعد ما يخلص شرحه. تمام. طيب تعرف هي؟ انا ممكن احفظهم اياها حفظ يا استاذ احمد. لا احنا بدناش حفظ، بدنا اياها فهم. انا قاعد بقول لك كيف بالضبط. طب اسمع، انا ممكن احلها بالدقيقه. ايش رايك افتح المايك الان وتشوف هم في ايش مش فاهمين، ايش اللي مستصعبين منه، ايش كذا. طيب المايكات مفتوحه، اللي مش فاهم يتكلم يقول، ما دام انت ما تكتبوش فقط على الشات انه مش مفهوم وصعب، قولوا ايش يا دكتور مش مفهوم وصعب ايش. يعني انت بتكتب على الشات مش مفهوم وصعب، ولما افتح المايكات ما شاء الله بتسكتوا كلكم، ايش هالشغل هذا؟ ابو الوليد وطارق نعمان وغيره. طيب في ايمان غاصب خير ابو شرق، افتح المايك، عندها سؤال. هي بتقول بس صعبه طريقتهم اللي اخذتها في الجامعه، افتح المايك. دكتور احمد تسمح لي اعمل سكرين شيرنج للعرض؟ تمام. بدك تعمل سكرين شير؟
يا إيمان. بدي اعمل عرض للصورة وطريقة الحل اللي احنا بنعملها يعني. اخت ايمان بس بدي اياك ايمان معايا. طيب اسمعيني، انا ممكن احلها في دقيقه، في ثواني، تمام؟ بس يعني انا ما بدي، يعني في الجامعه انا بحترم الدكاتره تبعيني، يعني زي ما درسوك درسوني، بس انا ما بدي الحفظ. يعني انا اقول لك الجواب انت دي في دقيقه واحده، ايش رايك؟ قبل ما احل انت دي هاي في ثانيه، قبل ما اقول 1 2 3 انت دي على طول على السريع. كيف جبتها انت دي هيك على طول؟ كيف جبتها؟ قارن العمود هذا بالاعمده كلها الموجوده. يلا امسك معايا، هنا ايش مكتوب؟ بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. كم واحد هنا؟ كم واحد بوزيتيف هنا؟ 4 صح؟ 4 طيب عد هنا معايا، 1 2 3 4 مظبوط؟ تمام يجي على البعديها. يلا ها هاي نيجاتيف، 1 2 3 4 5 6 تمام؟ نيجي هنا تمام، 1 2 3 4 5 6 تمام؟ تمام ماشي معها. هنا ايش اخر شيء؟ رقم 11 بوزيتيف، وهنا بوزيتيف. اذا اي عمود ماشي معاه هنا؟ اول واحد هيو انت دي، خلصنا. طب يعني العمود هذا قارنه بالاعمدة الموجودة هيو، مش هاي قارنه، ايش بيطلع هنا؟ هاي نفس العمود تعديه، هاي قارنه، هاي نفس العمود تعديه هاي. تمام. يعني طلع الدي زي، ايوه قارن بشكل عمود هاي. هاي نفس العمود هذا، نفس العمود هذا. هذا الكلام دائما يعتمد عليه؟ لا. برافو عليك، هيك حكيت. انا بدي اقول لايمان انه انا بدي اديك سؤال الان، حتلاقي الامور مغايره، مش كل حاجه بتعملها. ايمان انت هيك اخذتيه في الجامعه؟ هيك اخذتوه؟ تقريبا هيك. تمام يا ايمان، عشان هيك يعني انا قلت لك، يعني انا بحترم اساتذتي، يعني سواء في الازهر ولا في الاسلاميه ولا في الاقصى وحتى في اي دوله من دول العالم. تمام، لكن الكلام صحيح، لكن تعال شوف شغل شوف شغل اليهود، او شوف شغل الاوروبيين، هتلاقي الامور شويه مخالفه. مش كل حاجه، انت قاعده تعتمدي على حاجه اسمها البروبابيليتي، انت قاعده تعتمدي على حاجه اسمها البروبابيليتي. دكاترتنا ادونا حاجه قالوا لنا انه بتحلوا البانل زي هيك. طيب معلش، انت اعتمدت على ايش؟ اعتمد على حاجه اسمها التشيك بروبابيليتي. ايش التشيك بروبابيليتي؟ يعني العمود هذا زي العمود هذا، خلصنا. وهذا طبعا مش صح دائما. وضحت يا ايمان؟ نعم صحيح، بس يعني كان بدي اديك سؤال وتحليه انت معايا، ايش رايك؟ بدي اعرضهم عشان تشوف الطريقه اللي بنعملها إذا كان دكتور خلينا نشوف طريقتها، معلش خلينا نشوف طريقتها برضو، نعطي فرصة. ما هي بتقول هي نفسها ولا كيف؟ بتقول تقريبا. توكل على الله. تمام ثواني بس يا إيمان. أرسلت؟ لا ما فيش أرسلتي، أنا بدخليك تسوي سكرين شير الآن، استني شوي. سمعني ايمان؟ تمام. ايمان كوهوست، ايمان شنجرول كوهوست. تمام دكتور احمد، بعد اذن حضرتك بس سكر السكرين شير عندك، خليها تفتح السكرين شير تبعها ونشوف. تمام
إيمان افتح سكرين شير تبعك إيمان. دكتور سكر سكر سكرين شير. حاضر. إيقاف مؤقت؟ لا مش إيقاف مؤقت، لا لا مش ستوب ريكوردينج. إيقاف مشاركة الشاشة؟ خلاص هاي. إيقاف مشاركة الشاشة. ألغيها؟ تمام. إيمان أنت الفاتحة سكرين شير يا إيمان؟ إيمان رد علي يا إيمان، رد علي. عملت سكرين شير، هلا واضح؟ تمام واضح، هاي خليكي مع الدكتور بس كبر الشاشة شوية، كبر الشاشة. تمام، خليكي مع الدكتور الآن، نقول للدكتور كيف أخذتوها. تمام، ننظر لهاي الخائمة، الخامة، وما في أصفار منشطب كل الموجب اللي فيها. طيب على أي أساس أنت حكيت الكلام هذا؟ مندور على الخانات اللي ما صار فيها أبداً أي نوع من التشطيب، مثلاً زي الوسهام، زي السي هون، الـ RHC. طيب بدنا نشطب. يعني ما صار فيهم تشطيب. يعني أنت اللي بتبدي بإيش، بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ ببدأها بالنيجاتيف. وبشوف يعني كل البوزيتيف اللي بيصير عندها. تمام. بالآخر بحدد الخانات اللي ما صار فيها تشطيب. واللي بيكون فيها 4 بوزيتيف أو أكثر هي اللي بتكون بعتمدها. الأنتي سي. المثال هذا. هذا المثال أنتي سي؟ أنتي سي. لا لا مش صحيح، هذا محلول يعني. لا طيب إيمان، معايا إيمان، اصبر شوية يا أستاذ أحمد. إيمان أنت بتقول أنتي سي. إيمان نعم، أنت بتقول أنتي سي صح؟ صحيح. طيب اللي حل السؤال عامل فينو تايبنج، اطلع عليه آخر شيء. ايش كاتب عند الـ عند الـ عند السي انتجين؟ ايش طالع اخر اشي؟ تمام الصوت كبار. الحين عندك فينوتايبنج، عامل فينوتايبنج لهم اخر اشي تحت بالاحمر، في عندك زيرو وبوزيتيف زي هيك، اخر شيء اخر شيء تحت تحت هنا تحت. لما انت عامل سكرين شوت تحت اخر شيء بعد ال11، بعد رقم 11 كنترول هاي AC. ايش؟ ايوه لا مش AC، على ايدك بعد ال11، بعد رقم 11 مكتوب ايش تحت حاجه مش AC، فينو تايبنج. AC مكتوب دكتور. لا اوتو كنترول هذه. لا هذا واجب بعث لنا اياه. في عندك الفينوتايبنج بيشنت سيل، بيشنت سيل بي سي، بي سي ولا اي سي؟ اي سي. لا في بي سي كمان او بيشنت سيل مش موجودة. انت عامل سكرين شوت، بتكون مش عامل سكرين شوت كويس. لا هي هيك الصورة كانت موجودة عندنا، بعث لنا اياه وحليناها الكتروني وارسلناه لا في بيشنت سيل موجودة عند السي طالع بوزيتيف، يعني عامل فينوتايبنج، الراجل عامل فينوتايبنج، يعني مش انا اللي عملته هذا، هذا عامله يعني متخصصين. تمام عامل فينوتايبنج. انت عارف معك فينوتايبنج؟ عارف ايش معك فينوتايبنج إيمان؟ حدد نوع الصفة الظاهرة. الفينوتايبنج يعني مستخدم أنتي بادي موجود في المختبر عندي على السيلز تبعت المريض. وطالع السي بوزيتيف.
بالله عليك انا لما يكون عندي ام دي سي وحطيته على البيشنت تبعت المريض وطلع طلع بوزيتيف، يعني في عنده ايش انتجن صح ولا لا؟ معايا ايمان؟ ايمان ايمان نعم دكتور الصوت قطع. ايش اخر شيء كنت تحكي؟ انا قاعد بحكي لك اللي عامل السؤال عامل فينوتايبنج، يعني جايب انتي سي عنده في المعمل وحاطه على السيلز تبعت المريض هذا وطلعت لما نضاف الانتي سي للسيلز طلع بوزيتيف. ايش معناته هذا؟ انه عندها انتيجين سي ولا لا؟ انه ما عندها انتيجين سي. عندها انتيجين سي، انا عندي انتي بادي برا. الحين انت عندك في المعمل انتي دي مثلا، بدي اضرب لك مثال انتي دي، انتي دي حطتيه على السيلز تبعت البريد وطلعت بوزيتيف، يعني ايش في عنده؟ صحيح عنده دي، عنده دي. وضحت؟ وضح، شكرا لك. طيب الحين انت عندك انتي سي ضفناها للسي طلع سي بوزيتيف، يعني سي عنده بوزيتيف. معقوله هذا السي عنده سي بوزيتيف عنده انتي بودي؟ منطقيا لا. وضحت؟ فالاجابه هنا انتي دي. وضحت يا ايمان؟ وضحت الان. إيمان 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 ردي على الدكتور بسرعة، بالله عليك ردي بسرعة على الدكتور. وضحت، بس هو النت عنده ضعيف ممكن ما يوصل صوتي لما أحكي. تمام خلاص خلصتي؟ يعني طلع في الآخر جوابها غلط يا دكتور؟ الأنتي سي لا، مش صحيح الأنتي سي لا. يجي خلي الدكتور تبعك يا إيمان يتأكد من جوابه، خليه يتواصل مع الدكتور أحمد طبش. هي من جامعة الخليل يا دكتور مش من غزة. لا هو إيمان طريقتها يعني الطريقة صحيحة، بس إيمان في فتح معايا الحين تسمعني؟ سام. الحين الفرق بينه وبينكو إنه الدكتور يمكن كلمة الدوز إفكت مش قايل لكم إياها، ولا أنا غلطان؟ إيمان؟ إيمان قطع الصوت عند الدوز إفكت، إنه الدكتور اللي عنده ما بيعطي دوز إفكت. إيش يمكن مش إحنا أنت تبدي في النيجاتيف؟ ببدأ بالزيرو. تمام، تبدي بالزيرو. لما تبدي بالزيرو أنت بتشطب الموجب صح، الأنتيجينات صح ولا لا؟ موجب صحيح. طيب انت لما تشطب بالشطب عشوائي ولا بتنتبه انه هذا هوموزايغوس او هيتيروزايغوس؟ لا بشطب عشوائي تماما. اول ما هي موجب اشطبها. هي الغلط، هي الغلط هنا. خلاص خلصنا، هي الغلط صحيح. ماشي، يعطيك العافيه. يعطيك الف عافيه دكتور، شكرا. الله يعافيك. تمام دكتور، افتح شوف اذا في هذا الاسهال. طيب هي اذا يا جماعه المطلوب مني شو؟ عشان مدام زي هيك احنا بنعتمد على الاحتمالات. تمام، انا ممكن في دقيقه واحده زي ما قلت لكم نحله، لكن مش دائما احنا بنحل بيطلع هذا الامر. في عندي ممكن انا الاقي في عوائق، وبالتالي ممكن احتاج لفحوصات. من هذه الفحوصات حاجه اسمها فينوتايبنج. كيف فينوتايبنج؟ اشرح لكم اياها كلمه فينوتايبنج. الفينوتايبنج زي ما قلت لكم في عندي انتي في المعمل، انتي بادي يعني انتي سي انتي دي زي هيك، وبالتالي هذه ممكن احلها. بس هل دائما هذا ممكن احله؟ لا مش ممكن. لكن وقتيش مثلا؟ احيانا لما يكون مثلا في الار اكس سيستم بين الدي والسي والاي هذا ممكن استخدم فينوتايبنج واكشف الحقيقه. ممكن من خلالها زي تو المثال، انا وايمان اختلفنا على الدي والسي. ايمان قالت سي انتي سي وانا قلت لها لا انتي دي.
فالفينوتايبنج بحل المشاكل بينه وبين الإيمان. فبنروح إحنا نجيب الأنتي وبنروح اللي بطلع معاه موجب معناته إنه هذا فيش له أنتيبادي، واللي بطلع نيجاتيف معناته إله إله أنتيبادي. فهنا السي طلع بوزيتيف معناته إنه الأنتيجين موجود معناته فيش له أنتيبادي، والأنتي والدي حطنا له الأنتي دي طلع نيجاتيف إذا إله أنتي دي، احتمال إله أنتي دي، إذا الجواب كان أنتي دي. إذا الفينوتايبنج، بس ممكن أنا مش فينوتايبنج مثلا على حاجة اسمها selected cells. كيف selected cells؟ يعني selected cells إنه أنا بروح أجيب خلايا، هاي خلية مثلا الفيال الأولى هايها في عليها دي، والخلية الثانية فيش عليها سي. مثلا أنا بدي أقارن طلع معايا ثلاثة أنتيبادي، أنا شاكك في ثلاثة أنتيبادي، شاكك في ثلاثة أنتيبادي هايهم، بدي راح أجيب بيش سيلز، السيلز الأولى فيها دي. دكتور هو أنت فاتح سكرين شير مش موجودة الشاشة؟ مش موجودة؟ آسف والله نسيت أنا، مهمش سامحوني. تمام هيك؟ تمام دكتور تمام. الحين السلكتد سيلز، ايش السلكتد سيلز؟ انا بروح اجيب خلايا عليها انتيجينات، خلايا عليها انتيجينات. ايش الانتيجينات؟ الدي الفيال الاولى عليها الدي بس، ما عليهاش لا سي ولا اي. الفيال الثانيه عليها بس السي كابيتال. الفيال الثالثه عليها الاي كابيتال. إذا لو واحد سألني سؤال ما الفرق بين selected cells والفينوتايب cells؟ الفينوتايب أنا antibody من عندي، antibody موجود عندي مصنع من قبل الشركة، وبروح أضيفه مين على السيل سبعة المريض. لكن السيلكتد سيلز يقصد فيها عندنا خلايا مصنعة وبروح أجيب بلازما المريض في السيلكتد سيلز. لكن في الفينوتايب بستخدم سيلز المريض، هذا عشان ما يصيرش عنكم لبس. فأنا في عندي مثلا ثلاث خلايا هيا، فبروح إيش حطيت، إيش جبت بلازما المريض وحطيت على الأولى هنا على الفيال الأولى، طلع إيش هنا بوزيتيف. هذا دليل على إنه إيش، إنه في عنده أنتي دي، صح؟ أنا استخدمت بلازما هنا طلع أنتي دي، وبعدين أنا استخدمت بلازما المريض وحطيته على الفيال الثانية طلع نيجاتيف. ايش معناته؟ انه فيش انتي سي. وجبت البلازما تبعت المريض وحطيته على الفيال الثالثة وطلع ايش هنا الريزلت نيجاتيف، يعني فيش انتي اي. اذا انا قدرت اميز بين الدي والسي والاي عن طريق السيلكتد سيلز. اذا لما يطلع معايا اكثر من انتي بادي في البانل وكان اليونيفيرم باترن يعني بيقول انه سنجل وطلع معايا ثلاثة انا مش قادر اميز بينهم على تشارت، ايش بعمل؟ يا بستخدم فينوتايبنج يا بستخدم البروبابيليتي زي ما استخدمنا انا وايمان توي، يا اما بستخدم السيلكتد سيلز. والسيلكتد سيلز حلوة بس احيانا صعب الاقي سيلز يعني زي هيك، صعب جدا يعني يصنعوا سيلز زي هيك. او عن طريق الانزيم، يعني كيف الانزيم؟ مش انا حكيت لكم في المحاضرة الاولى انه انا بستخدم انزيم في انتيجينات بتتكسر
وفي انتجينات تتقوى، يعني في انهانسمنت وفي ديستركشن. وحكيت لكم انه الام الان والاسود دافي لو حطيت على السيلز وهذول كان الموجودات بصير ديستركشن، لكن لو حطيت على الار اتش والكد واللويس والبي والاي بيقونها انهانسمنت، ولو حطيت على الكل بأثرش عليه. طيب ايش بهمنا هذا في البانل؟ بهمني في البانل مثلا لو كان انا طلع معايا مثلا دافي وطلع معايا سي كابيتال، والحين انا مش عارف هل هذول الاثنين موجودات ولا لا. طلع معايا على تشارت انتي سي وانتي دافي، مش عارف، فبروح استخدم الانزيم. طبعا الانزيم بستخدمه مثلا كانت موجودة مثلا عندي زائد مثلا ثلاثة مثلا وكان موجود عند الدافي، رحت على الخلية هذا السيلكتد ضفت عليها مين الانزيم، بدال ما كانت ثلاثة صارت صفر. ايش معناته هذا الكلام؟ معناته هذا دافي ولا سي؟ دافي. مين اللي اختفى لما ضفت الانزيم؟ دافي. وكذلك السي، انا ضفت الانزيم للسي كان زائد اثنين صار زائد اربعة. ايش معناته هذا؟ مين الانتجن اللي تقوى؟ كان اثنين صار اربعة، هل هو الدافي ولا السي؟ فهنا صارت السي. اذا انا بقدر اميز بين الار اتش سيستم والدافي والكد عن طريق مين؟ بين الدافي والام ان اس والار اتش عن طريق مين؟ عن طريق الانزيم. تعال نشوف ناخذ امثله مع بعض ونشوف ايش القصه. يعني مثلا هاي مثال بسيط قبل ما نروح على تشارت، حناخذ تشارت واحد وبعدين نخلص. الحين عندنا هاي الانزيم، شايفين الانزيم؟ دكتور احمد انا فاتح المايكات على الكل عشان انه في اذا حد مش فاهم نقطه يقول لك دكتور وقف، بالله عليك ما فهمت النقطه، بعد اذنك طبعا. ماشي يا جماعه، المايكات مفتوحه على الكل، على الكل المايكات مفتوحه، اللي مش فاهم نقطه يقول دكتور انا مش فاهم. هاي عندنا سيلز 1 2 3 جبنا الانزيم وضفت على السيلز الاولى، على هذه هاي ضفت على السيلز هذه الاولى. اول اشي كان عندنا لما طلع النتيجه كان انه عندنا بوزيتيف، هنا بوزيتيف 4، ضفنا الانزيم ضلوا 4 زي ما هو. طب ايش معناته هذا؟ ايش في عندنا بوزيتيف هنا؟ الكل بتاثر بالانزيم؟ لا، اذا الاربعة هتضل زي ما هي اربعة. طب والسي؟ السي هنا بيصير له انهانسمنت بالانزيم، اذا زاد اربعة ما هي اعلى اشي. اذا هنا ما بينش كتير الفرق بين الكل والسي، صح ولا لا؟ لانه هذا ما تأثرش وهذا زي ما هو اربعة اربعة ما تأثرش، ما قدرتش اميز بينهم. طب نيجي للسلز الثانية، هايها السلز الثانية انه كان عند النتيجة هايها بالانتي هيموغلوبولين زائد ثلاثة، ضفنا الانزيم هنا على الخلية اللي فيها السي وفيها الخلية فيها الاف واي، ايش طلع مع الانزيم؟ طلع زيرو. بالله عليك انا لما ضفت الانزيم على السي المفروض يطلع اكتر، يعني يزداد النشاط ولا لا؟ والاكسدريشن المفروض يزداد، بشوف طلع صفر. طيب نيجي لمين؟ للدافي. لما انا ضفت الانزيم له كان زائد ثلاثة صار صفر، منطق ولا مش منطق؟ منطق. اذا هنا السيلز هذه بيكون عندها الانتي اف واي ولا انتي سي؟ الانتي اف واي. هنا هذا دليل على انه هنا
هذا الانتي سي هنا مش مظبوط، فيش انتي سي هنا، بس في انتي اف واي. ليش؟ لان انا لما ضفت الانزيم المفروض السي يصير اكتر من 3 يصير 4، ما صارش حاجة، اذا كذاب، فيش انتي سي هنا. لكن لما ضفت الانتي الانزيم للاف واي هنا اتدمرت وطلع ايش؟ زيرو. هنا دليل على انه في انتي اف واي وتكسر بالانزيم الانتيجين. وضحت؟ طيب الثالثة، في عندنا كل وعندنا كل لحاله بس، وكان زاد 4 في النتيجة، عندنا انتي كل. الحين ضفنا الانزيم هنا، الكل ما بتأثرش بالانزيم، المفروض هنا زاد 4 يطلع هنا زاد 4. اذا هنا ايش بنستنتجها من هذا الكلام؟ انه في عندي انتي اف واي وانتي كل. اذا قدرت اميز بينهم عن طريق مين؟ اذا كان في عندنا هنا انا شاكك في ثلاثة انتي بادي، كنت شاكك في الانتي سي وكنت شاكك في الانتي كل والانتي اف واي. مين حل المشكلة؟ الانزيم بثلاثة خلايا، بثلاث خلايا هذه اثبت لي انه ما في ثلاثة انتي بادي، عندك اثنين انتي بادي، انتي اف واي وانتي كل. يا رب تكون وصلت الصورة. جماعة كيف الوضع معاك؟ كيف الوضع؟ ابو الوليد، وكأن ابو الوليد اختفى. يا دكتور ابو الوليد، ها دكتور، والله عشان قطع عندي النت بس هيك براجع وبسأل ان شاء الله بكرة ان شاء الله. طيب السؤال هذا نسأل عشوائي يا دكتور، نسأل عشوائي طبعا. عشوائي يعني، خلينا ناخذ عشوائي، وانا عارف انه ما حدش الدكتور صلاح الدين، كيف الوضع معك الدكتور صلاح الدين ابو فارس؟ السلام عليكم. عليكم السلام. R2 مثلا، بشوف مثلا اذا كان هي عليها. لا 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 دكتور، دكتور صلاح الدين، دكتور صلاح الدين كلمني انا، ما تكلمش، علي صوتك. صوتي هذا هيك تمام هيك. ايوه هيك ممتاز. ايوه تمام ان شاء الله. انا هحاول عندنا شركه هنا عندها الكروت، لو حنوا علينا وحصلنا منهم كرت يبقى الامور تمام. انا بحاول ان شاء الله. بتكون عملت خير ما انسرك يا طول عمري. والله هحاول معاهم، هحاول. هو في ويشو عندهم جهازته بيصلحوه عندنا، هحاول اني اخذ منهم بانل، هحاول. متى حتحاول؟ والله هحاول ان شاء الله يكون عندهم. بس في عندنا عطاء، احنا عندنا عطاء عام تو ان شاء الله، بارك ربي يهديهم ويجيبوه لنا. تمام تمام. خلود زملط، خلود زملط، كيف الوضع معك؟ أسرع شوية الآن. خلود زملط، خلود قليل زملط أو زملط. الله، الكل ساكت. إيش يا جماعة؟ أيوة يا أبو الوليد تفضل. ممكن يا دكتور أحمد بس أول مثال فيهن، أول شارت. طب استاذ احمد، دكتور احمد. ايوه دكتور الحين انا بدي اياك الطريقه يعني اللي علمتهم اياها في دقيقه واحده يحلوه. يلا في دقيقه واحده يقارن العمود مع الاعمده هذه. يلا شوف مين. طيب قارنوا، يلا خلينا نقارن مع بعض. يلا هنا نمسك اول واحد هنا بوزيتيف، وبعدين لحديد 8 نيجاتيف. تمام، هتشوف على العمود هذاك. نمسك هنا. يلا هنا واحد بوزيتيف، لكن هنا بوزيتيف منفعش. يلا على السي هنا بنفعش، الاي بنفعش بنفعش بنفعش، هنا بنفعش. لويس ايه وين لويس ايه؟ هاي لويس، هاي هذا، هاي لويس ايه الجواب. هاي في دقيقة واحدة الحل. وضحت؟ بس دكتور احنا اتفقنا انه الكلام هذا مش دائما ماشي يعني.
مش دائما ماشي، بس احنا بدنا نشوف هاي طلع هاي لقى في الجدول لويس ايه نفس هذا الكلام. وضحت؟ وضحت، بس يعني هذا الكلام احنا نقدر نعتمده كتأكيد للي حلنا. ما احنا هينا بنقول ليش احنا بدناش نخوفهم منها. الحين بدنا نجيب سؤال تاني نشوف يقدر يحلوه ولا لا. تمام يلا تمام. هاي كمان هذا يلا. يلا قارنوا يلا. الكل ممتاز الكل. ها هايها نفس الكلام نفس الكلام بالضبط. هاي الكل هاي في دقيقة واحدة. طيب هاي صد احمد في دقيقة واحدة حل. خافوا الحين هم صعب؟ اكيد الان لا. اكيد الان لا انبسط عليها هيك. بس انا بحب دايما يعني مش اعقد المسألة، بس انا بقول لك طب خلينا على الاصول على الجنب الخجل بالضرر فيه لانه حياه مريضه. ايوه حياه برافو عليك هذا اللي بفكر فيه انا. طب لو فرضا انه كان مالتيبل انتيبودي تقدر تعملها الطريقه؟ لا طبعا صعب. صعب جدا كمان. صعب جدا. تعال نشوف يلا. هذه أنا والله ما جربت بس يلا ثواني نشوف. هذه تطلع سي سي. خلصنا منها. هذا أنتبه لا لا سي بس ولا في غيرها؟ لا فيش غيرها. في غيرها أعتقد. خلينا نشوف. فقط سي. فقط سي. لا سي بس فقط. طيب يلا هذه. هذه صعبة. مش هيحلوها. دي بتطلع ممكن؟ دي؟ لا لا مش دي مش دي. لا 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 مش دي. اطلع هنا ها. الشيء صعب. ولا واحد. فلازم نرجع للطريقه الفطريه. نعتمد على الانتي هيومن جلوبولين ولا الانزيم؟ لا نعتمد على الانتي هيومن جلوبولين. سيبك من الانزيم هذا حلول ثانيه. لا انا بديك اياها. ها امشي على الانتي هيومن جلوبولين. في زيه بي واحد. بي واحد بتطلع. وين بي واحد؟ لا ما وين اشوف بي وين. هاي في هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. بنفعش؟ لا نفعش. لا مش صح. تيجي الكل. الكل ورينا نشوف الكل. هنا بوزيتيف نيجاتيف. لا مالكو هاي بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. الكل بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. لا يا عمي الاخر لازم نرجع للطريقه الاساسيه. الطريقه أيوة. الاساسيه ايوه. طب لما نرجع للطريقه الاساسيه نحلها مع بعض الدكتور بطريقة أساسية. لا لا خلاص مرة ثانية بكرة. حرام هيك حنتعبهم. لا لا هيك خليها بكرة نكملها. يا رجل احنا سهرانين معك للفجر. ما هو انا بديش خليه مستوعبه شوي شوي. لا 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 معلش سهرانين بس اسمع بس اسمع بس. بكرة هيك هيك حنرجع نعيده تاني. خلينا ناخذ الان عشان نراجعه وبكرة هيك حنرجع نعيده تاني. هنرجع نراجع تاني. طيب ولا انتوا ايش رايكم يا جماعه؟ خلاص تكتفوا ولا تحلوا بكره ولا بكره نرجع نعيد تاني؟ والله يا دكتور احمد خلود خاطر نكتفي نكتفي بنراجع المحاضره وبكره ان شاء الله هيك بنجاوب مع الدكتور احمد. انتوا احرار. خلود بتقول الدكتور معلم على الاجابه. يا سلام يا خلود يا سلام. ايش معلم بيش انا معلم على ايش يا ايه بتقول كانوا بتقول مش محتاجكم تفكروا الدكتور معلم على الاجابه يعني. طيب ماشي هو محلول يعني مش محلول. هاي محلول يعني مش محلول. بس انا بدي ابين لهم انه انا استاذ احمد بدي ابين لهم انه طريقه الجامعه اللي بعملوها انها غلط.
بلا شك. فهمتني كيف؟ يعني انا بدي اوصل لهم انه لو كان تو انتي بودي او ثلاثة مش هنقدر نحلها. انا والله يا دكتور الصراحة انا مستمتع بالمحاضرة. شوف اذا بدهم الزملاء يكتفوا، انا صراحة لو على الفجر انا حتى قلت لهم انه حنطول، بدهم يكتفوا ما في مشكلة، بس انا شايف انه الان التركيز مفتوح. ايش يا جماعة ايش رايكم؟ نشوف ايش رحمن، بس في سؤال اخير. دكتور احمد سامعوا؟ دكتور احمد الحين في البنل احنا بنستخدم الانتيجينات صحيح؟ بنستخدم الانتي بادي، لكل انتي بادي في انتيجين صح على الخليه؟ هو الخلايا بتكون جاهزه ابو الوليد، الخلايا جاهزه عليها انتيجينات، احنا بنستخدم البلازما بس عشان نكشف الانتي بادي اللي عند المريض. يعني اذا صار ارتباط على الخليه معناته انه الانتي بادي موجود. اسمعني، يعني زي الاندايركت كومسيست بس على اوسع، وضحت؟ تمام. ايش الصوت هذا؟ ايش في صوت؟ في صوت؟ ايش الصوت هذا؟ عندك تمام خلصنا. ايش يا جماعه تكملوا ولا ايش؟ خليها سهرة طوالية. طب والله العظيم السهرة حلوة هذه سهرة على ايش اكتبوا بتكاملوا ولا كيف الوضع معاكم ولا سكرت معاكم؟ بارك الله فيك يا دكتور احمد. دكتور احمد عنده بكرة دوام. الله يعطيك الصحة. دكتور انت ايش شايف حابب تكمل؟ والله اسمع انا ايش بحكوا، انا يعني انا في دقيقة واحدة بس انا بدي شيء يعني نضيع وقت على انه تعبانين هم، انا متاكد لانه معظمهم بكون عليه دوام او عليه شغل او عليه حاجه. يا جماعه اللي بيكتبوا في الشات، الدكتور تعب والدكتور تعب، الدكتور سيبكم منه في الاخر، الدكتور لو تعب حيقول خلاص نكتفي، انتوا ايش بدكم؟ خلاص يبقى بيقولوا نكفي عندهم دوام، واخذنا كم كبير من العمليات مش حنستوعب اكثر، خلاص. خلاص ان شاء الله بنشوفه بكره ان شاء الله. بكره دكتور محاضر بكره الساعه كم؟ الساعه 7. الساعه 7 بس خد بالك بكره ما فيش غيرك انت يعني في المحاضرات، فبكره خد راحتك يعني ان شاء الله بإذن. يعني مش الساعه 9:30 وخلاص خلصنا، لا ممكن بكره تمد معك الساعه 11. احنا بدنا اياهم اخر شيء يوصلوا لهدف، يعني انه نغير فكرنا شويه على شغل المستشفيات، هاي اللي بدي اياه انا. يعني دكتور بدك شغله، معلش الجماعه تحملوني، يعني في دكتور ناس فعليا جاي تتعلم، في ناس فعليا جاي تتعلم بدها العلم الصحيح، بدها تحسن معلوماتها، بدها تحسن افكارها، وفي شويه زملاء لم ينضجوا بعض عقلا، معلش انا بتكلم بصراحه، لم ينضجوا بعض عقلا، مفكرين انه الامر لسه فيها الخندزه والشطاره، انه انا احضر لي من نص المحاضره بس عشان اسجل حضور غياب عشان اخذ الشهاده والكلام هذا. بيجوا بيخلصوا الماده واتحداك اذا بكون استفادوا حاجه. معلش انا بتكلم بصراحه. في بعض الزملاء لو وصل عمرهم الثلاثين والاربعين لسه عقولهم لم تنضج في انهم يعرفوا مصلحتهم في انه العلم هذا مش حيلقوه بعد هيك. وانهم يركزوا شغل الخندزه يا جماعه بنفعش. بنفعش، نحن لم نتسم بالمكر. لم نتسم بالخباثة هذه. إحنا عندنا طلب العلم على أصوله، لم يأمر الله نبيه بالاستزادة من شيء في القرآن إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. لما تيجي تحضر لي نص المحاضرة وبعد نص المحاضرة تيجي تقول تعبنا وعندنا دوام وبدنا ننام ومش عارف، أنت إيش استفدت؟ بدك تأخذ الشهادة يا سيدي، تعال قول لي بدي الشهادة بعطيك إياها مع السلامة، بعطيك إياها مع السلامة. اللي بدي يستفيد اللي بدي يستفيد، في ناس لا فعليا جاي تستفيد، في ناس والله العظيم في ناس بتكون قاعده بتحضر المحاضره ماسكه ورقه وقلم قاعده تكتب وتسجل، والله في بيبعثوا لي على السلام. وفي ناس بيقولوا والله انه العلم اللي بيعطيه الدكتور احمد طبش لا نتوقع انه نشوفه بعد هيك اصلا، وهذه فرصه لا معلش، هذه فرصه والله اللي بيضيعها. بتقول ليش ما هو انا بشوف بعد هيك مسجل على اليوتيوب، ما هو ماشي حلاوه انك تحضرها
اول باول وتسال وتشارك، مش زي حلاوه انك تشوف بعد هيك انفجر على اليوتيوب، بعد هيك بصير جسمك يتراخى ويتكاسل انه يشوف، ما هي موجود على اليوتيوب، انت خلاص اقنعت عقلك انه هي موجود على اليوتيوب بشوفها بعدين، ويتراكم عليك وفي وتلاقي نفسك 6-7 محاضرات انت لسه مش دارسهم، وتصاب بعد هيك بالخمول. يا عمي احضر من اول، بدك شهاده تعال خذ الشهاده واطلع، مع السلامه، تعال خذ الشهاده انا بدي اعطيك شهاده واطلع. لكن انت بلا مؤاخذه اذا مش مدور على العلم، وصل عمرك 30 25 فما فوق و30 و40 ومش مدور غير انك تيجي تتخندز ان اخذ اجي نص المحاضره عشان اسجل حضور وغياب عشان اخذ شهاده وخلص وانتهى، وتنشر لي منشور على الفيس انه لقد كانت دوره ممتعه، لقد تعبنا، لقد اجتهدنا، لقد كذا، بس عمهلك عمهلك. خذ العلم وتوكل على الله. يعني معلش يا دكتور والله لا اقولها مجامله، والله لا اقولها مجامله، لكن اقولها صدقا، انت يا دكتور بامان الله انا حاسس انك انت بتعطي كل خبرتك في الدوره هذه. الله يعطيك الصحه، شاركنا كل خبرتك في الدوره هذه، والكل بيشهد على الكلام هذا. والله سبحانه وتعالى قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، كل الخبرة هذه كل عطائك هذا ربنا بإذن الله تعالى مش هيضيع تعبك. يعني أنا اليوم بستغرب بقوله إنه ما شاء الله الدكتور أحمد طبش عنده علم كبير وعنده كذا ورائع والكلام هذا، طب استفيد، تير زيه، نصير زيه، نصير على خطاه، وانتو حرار. بكرة الكل يكون جاهز الساعة 7 وتأخذ فكرة، ممكن الدكتور يطول الساعة 11 للساعة 12، إحنا تحت أمره ما فيش عندنا اي مشكله، ما حدش يتحجج انه عندنا دوام وما عندنا دوام، والدكتور برضه عنده دوام ومسؤولياته اكبر من مسؤولياته. وسامحني جدا يا دكتور على هذه المرات، الله يعطيك الصحه، انت سيدنا على راسنا، وبصراحه كميه الفخر احنا بناخذ عندك هذه لا يعادلها فخر. الله يعطيك الصحه يا رب. اي كلمه تقول يا دكتور؟ خاصه قول لي كلمه تقول للناس الخجلانه تسال. الله يعطيك الصحه يا رب. انا بدي اياك تقول كلمه للناس الخجلانه تسال، خجلانة تسأل عشان تستفيد. والله اسمع، أنا اللي بخجل مش حينجح بحياته، هذا أنا اللي بفهمها. الإنسان يسأل حتى لو كان السؤال تافه، يعني حتى لو كان السؤال بالنسبة إلي يعني تافه، بس خد مني السؤال التافه بوصلك للنجاح دائما. سبحان الله، بتحس حالك إذا أنت تهتم بكل صغيرة وكبيرة، ليش هذه وليش هذه وليش هذه، هذا الإنسان الناجح. لكن اذا بدي اقول انا مثلا فهمان وبديش انا انحرج قدام، يا اخي انحرج، لكن في النهايه انت حتنجح. بدي اديك معلومه، انا كنت اسال دكتوري، انا مره دكتوري يعني مثال بسيط، يعني انا مره دكتوري قال كلمه اللي جرحتني قدام الطلبه كلهم ولن انساها مدى الحياه، تمام، لكن انا سالت وفهمت خلاص. أنا متأكد يعني عمري ما أنسى المعلومة له، حتى لو أهاني فيها، تمام. لكن أحمد طبش ما بهينش حدا، تمام. أحمد طبش بقول لك بدي وصلك للأمان، بدي وصلك إنه أنت تصير تكون صدقة جارية للجميع، إلك ولا غيرك. فإحنا بدنا يا جماعة في الأول والأخير إنه الواحد يطلع كل شيء فاهمه، أي شغلة مش فاهمها قولها، أنا مستعد، مش عندي مشكلة. وإن شاء الله ربنا يوفقه ويحفظكم إن شاء الله. شكرا دكتور، صدقت وتصدق لكلامك، من لم يتحمل ذل العلم ساعة غرق في ظلام الجهل أبدا. صحيح. جزاك الله كل خير دكتور وأحسن إليك، وإن شاء الله إن شاء الله الأيام الجاي تكون في سهرية فيها، تكون في سهرية في بنت الدم. إن شاء الله أخي، إن شاء الله. دكتور أحمد. دكتور أحمد. أيوة دكتور. فيه الملفات بتاع المحاضرات الماضيه نزلت انت زوز ملفات بس تقريبا، بس الاي بي او ديسكريبشن واللي بعدها ما نزلتهمش، فيا ريت تنزلهم على الاقل تستفيد منهم، بس حتى تستفيد منهم يا جماعه. بس يا رجل زلزلتهم، نزلتهم؟ لا لا مش نزلت، تاكد تاكد محاضرات تمام. مش نزلت، حرجع نزلهم ثاني. حاضر، تحت امرك. بارك الله فيك. السلام عليكم، جزاك الله كل خير، وتصبح على خير دكتورنا، واحسن الله اليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام.